بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي خلقنا ووهبنا وأعطانا وكفانا ونصرنا وآوانا. ونسأل الله تعالى في بداية هذه الجلسة أن يجعلنا ممن يحسنون القول، وأن يجعلنا أيضا ممن يتعلمون وينتفعون بما يتعلمون، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وأسأل الله تعالى أن يهبنا لسان حق ناطق بالحق متجه للحق ولا يقول إلا حق. ولذلك أخواتي الغاليات أو من يتابعنا، فقد يكون هناك أيضا من الأخوة الأفاضل الذين يتابعوننا، هذه المحاضرة أحبتي هي محاضرة تبيان وبيان، نحاول فيها بإذن الله تعالى أن احنا نعرف الحقائق، الحقائق التي يصر البعض أن يخفيها عنا لا لشيء، وإنما لتعصب. هذا التعصب له علاقة يعني بحب السيطرة، فهناك من يحب أن يظهر على أخيه الإنسان بحجة أو بدون حجة. نحن هنا اليوم نريد أن نبين ما الله سبحانه وتعالى يريده منا، أي ما يريده الحق منا، وذلك بالرجوع إلى الحق. وما هو الحق؟ هو القرآن. طبعا واحدة بتقول لي مثلا، هل أنت متأكدة أن القرآن هو الحق؟ هنشوف كل ذي الأسئلة اليوم إن شاء الله سنتناولها بشيء من، خلينا نذهب للعقلانيين ولأهل الفلسفة ولأهل الشريعة ولأهل علم النفس ولأهل التربية ولأهل القرارات ولكل تخصص. إن شاء الله سنخاطب كل اللغات بإذن الله تعالى، ونحاول إنه إحنا نجمع كل هذه التخصصات في مكان واحد. ولذلك أحبتي هذه المحاضرة في الواقع هي لمن يبحث عن الحقيقة، وما زلت أقول من أراد الحقيقة فليبقى معنا، أما اللي جاي اليوم عشان يشوف أو يتصيد أو يبحث لنا عن زلة فأقول له اذهب الآن وارجع لنا بعد قليل، لأنه الأصل في الجدال هو بيان الحق للكبر، لأن الله تعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني اللي عنده دليل يجي ناقشنا بالدليل. أما من يأتينا ويقول لنا قال فلان وقال قالت العصبة الفلانية وقال السادة الفلانيين، أنا أقول له من الآن لا تدع الشيطان ينزغ بيننا، أرجوك تجنب هذه المحاضرة فهي لا تناسبك. اللي جاي وهو متعصب وما جاي يسمع وما جاي يعي وما جاي يتفكر ما يلزمنا ولا يتعبنا ولا يدخلنا في متاهات، نحن في غنى عنها. لكن النقاش طبعا نرحب به، الاختلاف نرحب به، لكن شرط أن لا تتهم إنسان بنقص أو بقلة إيمان، أو تحكم عليه أنه لا يفهم، أو تقول تلك الجملة من هذه لتتكلم، لأن ما سنتكلم فيه اليوم هو حق لكل واحد في هذه الأرض، حق ألا وهو التفكر. ما يجي إنسان يقول من انته عشان تتفكر، كلنا له حق أن يتفكر ما دام خلقه الله إنسانا والله تعالى أعطاه العقل، فله حق أن يتفكر وأن يناقش وأن يسأل وأن يبحث عن الحقيقة، هذا حق. ما في يجي إنسان يقول لي ولكن فلان قال وفلان قال وفلان قال، اليوم ما في فلان قال، اليوم الله تعالى ورسوله فقط. لا تجعلونا نذهب إلى فلان وعلان، لأنه في النهاية كل مجتهد هو معرض للخطأ، وكل مفكر أيضا معرض للخطأ، فقد أخطئ وتصوبون لي جزاكم الله خير، لأن ممكن أنا أخطئ أيضا فأنتظر من يصوب لي، وقد يخطئ فلانا وينتظر من يصوب له، وهذا الأصل، نعيش حلقة تكامل بعضنا البعض.
فحياكم وبياكم وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل كنت بخير لحد ما فجأة حياتي تغيرت وصحتي تدهورت، ولدرجة إني رحت عند الأطباء وقالوا لي ما عندي أي شيء عضوي يذكر، يعني أنا من الناحية العضوية سليم 100%. عندها عرفت إن اللي فيني إما سحر أو حسد. الحسد دمرني، من بعد ما كنت شخص ناجح صرت شخص خائف وشخص غير منجز. أنا كنت إنسانة سعيدة وكانت حياتي قمة في الفرح، وكنت إنسانة نشيطة، بس الحساد ما خلوني. بالرغم من إني على طول أعمل التحصينات وأعمل الأذكار الصباح والمساء وأقرأ المعوذات وأستودع أبنائي، ومع ذلك أنا دائما أعيش في قلق وخوف على أبنائي من أي حادث ممكن يصيبهم. السؤال اللي يطرح نفسه، ليش أنت بالذات؟ طيب ليش إذا تكلمنا عن شيء حلو الناس على طول تفسده؟ هل تصدق بالحسد والسحر؟ السحر والحسد موجود في حياتنا، إحنا يوميا نتعرض لموجات ممكن تخلينا عرضة للحسد وللسحر، معقولة؟ لكن في ناس يظهر عندها الحسد وفي ناس لا، يا ترى شو السبب؟ ببساطة في ناس فاهمة إيش يعني تحصين وواعية لهذا الموضوع، وفي ناس ثانية تردد أذكار التحصين وآيات التحصين بس دون وعي. وقبل ما نفكر في الناس اللي حوالينا، هل فكرنا فعلا أنه نعمل تحصين لأفكارنا ومشاعرنا ولسلوكياتنا؟ كيف نقدر نتلو أذكار التحصين وفعلا تكون مفعلة في حياتنا، بحيث أنه لما نذكر هذه الأذكار ونتلوها نكون مثل اللي تدرع بدرع التحصين؟ كيف نتشافى من الوسواس والخوف؟ وكيف إنه إحنا نقدر أيضاً نحمي أحبابنا وأطفالنا من إنه إحنا نفقدهم أو من فاجعة فقدهم؟ طيب شو الأسرار الموجودة في سورتي الفلق والناس؟ وليش دائماً عشان نتحصن لازم نقرأ هذا السورتين؟ إيش الدرع الثلاثي اللي موجود في هاتين السورتين؟ وإيش الفرق بين سورة الفلق وسورة الناس في التحصين؟ كيف راح أقدر أفعل اسم الله الحفيظ والأسماء الحسنى المرتبطة بالتحصين، بحيث إني أنا في النهاية أتدرع وأتحصن بلباس التقوى؟ طيب شو علاقة لباس التقوى بالتحصين وفي إنه أنا أحفظ من كل المشكلات النفسية وكذلك الخوف والوسواس الحسد والسحر؟ إذا حابين تعرفوا الطريقة مع تطبيقات عملية ومضمونة، دورة لباس التقوى راح تحقق وتجاوب على كل الأسئلة اللي طرحناها. راح نعرف الخلل الموجود عندنا اللي يخلي إنه أذكار التحصين ما تشتغل عندنا، ليش وكيف نفعلها من أول وجديد وبصورة سريعة. أيضا كيف أقدر أحمي علاقاتي والناس اللي أحبهم من أنه أنا أفقدهم أو أخسرهم أو أنهم يضيعوا من بين يدي. أيضا بلباس التقوى رح نتعلم كيف نحمي أنفسنا من شياطين الإنس وشياطين الجن. دورة لباس التقوى دورة متكاملة نقدمها أونلاين ببرنامج الزوم ولمدة يومين. تفاصيل هذه الدورة أكثر أسفل الفيديو. وقبل البدء في أي رحلة، العاقل يقول إنه أي رحلة، أي إنسان يبدأ برحلة، فما الذي يجب أن يفعله عندما يبدأ الرحلة؟ يلا نبقى نسمع شوية عشان ما يكون الكلام جامد، نسمع في الشات. أي رحلة تحتاج إلى ماذا؟ النية، توكل، أنا رايحة رحلة مسافرة سفر، زاد أحتاج إلى
زاد. لا يمكن، لا يمكن. تخطيط ممتاز، تخطيط الله عليكم، عزيمة، استعداد، هدف، ترتيبات، ممتاز. إذا لابد أنه يكون عندي استعداد، خطة، أدوات، أعرف المكان اللي أنا رايح له، ممتاز. استشارة، لم لا؟ كل اللي قلتوه جميل. إذا أنا لابد قبل أن أبدأ أن يكون لي، قبل البداية لابد أن يكون لي اللي هو أدوات واستعداد وخطة ودليل. الله، وهمة. هل يعقل في إنسان عاقل يقول فجأة كذا يقرر أنا مسافر؟ بالضبط، يضع هدف، يضع غاية، يضع نية. أنا ليش مسافر؟ رايح مثلا أروح عن نفسي، رايح أتعلم شيء من هذه البلد اللي أنا رايح لها. إذن أنا أريد في السفر أنه لازم يكون عندي خطة، لازم يكون عندي أدوات، ممكن علاج، لكن لازم أشيل معاي إيش؟ مال للعلاج. لازم يكون عندي عدة. هل ينفع أسافر كذاك؟ بإذن الله تعالى هناك تسجيل إن شاء الله. طيب، لأي رحلة لا بد من زاد، أدوات، دليل. ما ممكن إنسان يذهب إلى مكان وهو غير متزوج، ما ممكن. ما معقول أقول أنا قررت أروح بالسيارة إلى منطقة ما والسيارة ما فيها بترول. لابد من زاد، وزاد السيارة بترولها أو بنزينها، معروفة. وكذلك الإنسان، وكذلك في رحلتنا، ما ممكن إنسان يعيش في هذه الحياة وما عنده زاد، ما عنده أدوات. يعقل؟ ما عنده معلومات، ما عنده معرفة. يستوي الإنسان يعيش في حياته كذاك بس، انخلق وبعدين يموت، لا معلومات ولا شيء ولا هدف ولا أي ولا نية ولا عمل ولا أي حاجة؟ ما هو في رحلة، الحياة أيضا رحلة. وكلمة رحلة أي لها بداية ولها نهاية، وبداية رحلتنا منذ الميلاد حتى يأخذ الله أمانته، معروفة هذه، ما يختلف عليها أي إنسان، أي اثنين في الكرة الأرضية كلها، أي إن كانت دينه، أي إن كان دينه، إنه في حاجة اسمها حياة وفي حاجة اسمها موت، يعني بداية ونهاية. فأنا بين البداية والنهاية لابد لي من زاد، لابد لي من زاد، اتفقنا. طيب، إذا في الحياة أيضا أنا أحتاج إلى أدوات، لكن الإنسان عشان يحتاج إلى أدوات لازم يعرف إن الله تعالى، أيها الإنسان أنت مميز عن بقية الكائنات، كل الكائنات لها رحلة، لكن رحلة الإنسان فيها ميزة. من يقول لي ما ميزة رحلة الإنسان؟ يلا حلوين، بعدنا ما بدينا في الساخن، هذه كلها مقدمة. ما ميزة رحلة الإنسان؟ العقل، ممتاز. الخلافة، رائع، العقل، الخلافة في الأرض، التسخير، الأمانة، التأمل والتدبر، التعلم، التفكر. أسماء الله الحسنى، احنا كل الكلمات نجيبها. طيب يلا، ما في إشكالية، جميع ما قلتوه رائع. انا لما اروح رحلة، لما اروح رحلة اول شيء لازم اعرف الأشياء اللي ايش اللي املكها، صح؟ قدرتي، قدراتي، صح ولا لا؟ يعني أنا لما أروح أسافر، يعقل مثلا أنه أنا أسافر حال الحج وأنا ما عندي فلوس الحج، ولا عندي فلوس الأضحية، ولا عندي أصلا علي ديون ومخاصمة فلان وفلان، هل ينفع أروح وما عندي تو القدرة؟ يعني لازم يكون عندي ماذا؟ قدرات واستعداد، صح ولا لا؟ أيوة، لازم يكون عندي هذا الاستعداد الكامل في هذه الرحلة. ولذلك على الإنسان أن يعرف نفسه، ما هي قدراتك أيها الإنسان؟ إيش قدراتك؟
أنت قدراتك يا بني آدم، أنت عندك أربعة أشياء، أربعة أشياء أنت موجودة عندك. عندك عقل وهو غير موجود عند أي كائن آخر، ما في عقل. الكائنات الأخرى لا تعقل، وكلمة لا تعقل لا يعني إنها لا تعقل بمعنى لا، ولكن ليس لديها حرية الاختيار. العقل فائدته حرية الاختيار، لكن هل الاختيار يجي بمزاج؟ تعال واختار. تو انتي بالعقل، بالعقل وانتي رايحة محل تمام، وباغية تختاري يعني خلينا نقول لبس معين، تريد تختاري لبس معين تمام. كيف يتم الاختيار؟ اللبس لازم يناسب وش؟ أجي واختار هذا لبس، هذا أبسط حاجة. أجي واختار لازم يكون عندي معايير اختيار، صح؟ المقاس ممتاز، ذوقي الخاص ممتاز، بعد يناسب القيم ممتاز، بعد إذا في معايير، صح؟ في معايير، ولا بس تعالوا خذ اللبسة بس لأنها عجبتني، ينفع؟ لا. إذا ما ممكن، إذا أنت في اللبس، إذا في اللبس ما ممكن، وهو اللبس حاجة بسيطة، إذا في اللبس أنت ما ممكن تختار بس لأنه عجبك اللبس، ولكن لازم تحط معايير. صحيح عجبني، بس هل اللبس يناسب قياسي؟ ممكن ما أحصل قياسي، إيش الفائدة أشتريه؟ طيب ممكن اللبس هذا ما يناسب قيمة عندي من القيم، إنه لازم يكون محتشم، أنا عندي قيمة إنه لازم يكون محتشم، طيب ما يناسبني، هل ينفع؟ ما ينفع. إذا لازم يكون عندي معايير، ولذلك الإنسان لازم يعرف أول شيء معاييره في الاختيار، يعني يتفكر قبل ما يختار. أيوة، كل ما كانت معاييرك واضحة، كل ما كانت، يعني إيش؟ إيش يعني معايير؟ يعني حاجة أرجع لها أفكر فيها الأول، أتفكر وأقيس هذا الأمر للمعايير مالي، أرجعها لمعاييري. كل إنسان، ما في إنسان ما عنده معايير. أيوة، لمواصفاتي، ممتاز. كل حاجة أرجعها لمواصفاتي، المواصفات اللي أنا ماله أؤمن فيها، ممتاز، أو اللي بمعنى أصح أرتاح لها، في عندي كذا أسس وبناء عليها أختار. ولذلك الأصل العقل له وظيفة الاختيار، هذه واحدة من قدرات الإنسان، يعني أنا محتاجة العقل حتى أختار، لازم أشيله معي في الرحلة، لازم أشيله معي. ليش؟ لأني أحتاجه لكي أختار. ليش؟ لأن وظيفة العقل هو اللي يبدأ إيش؟ يشتغل مع المعايير، يبدأ إيش؟ يتفكر ويشوف المعايير هذه تناسبني ما تناسبني، المعايير هذه بالضبط في مقاييس معينة، في مقاييس معينة. أيضا نفس الشيء، لازم أعرف قدراتي أنا في الرحلة هذه. أنا عندي جسد، الجسد هذا يريد طعام، معقول أنا رايح رحلة وما عندي زاد، ما عندي أكل أكله عشان يعني أروح، مثلا رايح الصحراء، ناس رايحين السيح على قولتهم رحلة السيح، وما أكثرنا من يحب رحلة السيوح وأجملها، لأنه نكون فيها في اتصال مع الطبيعة. يستوين سيروا ما شالين أكل؟ أيوة، إحنا محتاجين إلى طعام، جسمي محتاج إلى طعام. بعد نفس الشيء، ما بالكم بالإنسان اللي رايح ومغصوب، مغصوب يعني تعرفوا لما الواحد يروح رحلة عشان أهله قابرينه يروح، مو يكون شعوره مجبور، ما فواده، واحد يقولوا له خلى المكان الفلاني، يقول أنا ما أحب هذا المكان، ليش تقبروني؟ مشاعري ما مرتاحة، أنا ما مرتاح، قالوا غصبا عليك،
وبنشوف فذي غصبا عليك واجد موجودة تو، وما أكثر الذين يقولون غصبا عليك غصبا عليك. والله تعالى يقولنا لا إكراه، فإذا لازم أعرف مشاعري أيضا في هذه الرحلة. بعد ما الذي أتصوره من هذه الرحلة؟ إيش أتصور وإيش أريد؟ إيش نيتي من هذه الرحلة؟ ماذا أريد؟ رايح استجمام، رايح أتعلم، رايح أزور، رايح صلة رحم، الهدف. فلازم يكون عندي إيش؟ أدوات. طيب من الذي يتحكم في هذا كله؟ العقل. ممتاز، العقل. إذن عقلي هو اللي رتب لي كل شيء. عقلي بيقول لك هتاخذ الأكل الفلاني، يختار لي الأكل الفلاني. ليش؟ لأني أنا أحب الأكل الفلاني هذا. عقلي يقول لي هذا المكان فيه خضرة وكذا، يقول إذن هذا المكان اللي أنا أرتاح له بروح. إذن أختار هذا المكان، أختار المالديف مثلا. طيب في حد ثاني يقول المالديف لا، فيها شوية كذا وكذا، ها ما إلى هناك الوضع مالها. قال لا، بس أشوف لي مكان شوية فيه يناسب مع الحشمة مالي. طيب أروح مكان ثاني بختار. إذن من اللي يرتب لي الموضوع؟ من يرتب لي الموضوع؟ العقل. ويجي واحد يقول له، يعني واحد كذا جالس يختار، والله تعالى معطينه الاختيار، ويجي واحد متسلط في العائلة يقول له ما حد يروح ذا المكان، ما حد يروح. وهو إنسان عاقل، ولما أقول كلمة عاقل أي أنه مسؤول عن أفعاله. يجي واحد كذا متسلط في العائلة يقول له ما حد يروح، مو شعورك؟ قهر صح؟ نضايق، إحباط. أيوة، وهذا ما يفعل بنا للأسف، هذا ما يفعل بنا وما يراد منا. إنه إحنا عقلنا ماله يريد إيش يسووا؟ يكبتوه، ثم يقال له لا تختار. وأقولكم إياها وباختصار وبصراحة شديدة، أن الذي يحرمنا من حرية العقل ومن إنه عقلنا يختار هم أناس يحبون السيطرة، حتى أنهم استخدموا أهل الشريعة من أجل سيطرتهم، فأصبحوا أهل الشريعة أدوات من أدواتهم يحركون الناس كيفما شاءوا. ليش؟ لأنه الإنسان يخاف، يقول لك أنا أخاف أخالف رجل الدين. ليش؟ لأن إذا خالفته أخاف أكون وأنا من عشان أخالفه. شفتوا كيف؟ يقول أنا من، يخاف. وكثير ناس تخاف تجادل. ليش؟ تقولش أنا ما أعرف. ليش؟ لأنه قالوا لها هو أعرف، لأنه قالوا لها أنت عقلش ما يفكر وأنت ما عندش الأدوات. ليش؟ هي ما عندها العقل، مثلها مثلك. فجعلوا الناس لا يفكرون، ما يريد الناس تفكر ولا تبحث عن الحقيقة، خليكم كذا قوم تبع بلا عقل. لا تناقش، إذا قلت لك إنه هذا الأمر حلال قول حلال، إذا قلت لك هذا الأمر حرام قول حرام. طيب ليش؟ ما مهم تعرف ليش، يكفي إنه أنا فكرت عنك. يعني إذا الطفل الصغير هذا طفل صغير، ها يا جماعة، الآن الطفل يسألك لما تقول له خلى المكان الفلاني يقول لك وين، يسألك صح ولا لا؟ بعد ما يسألك وين وش يقول لك؟ ليش، صح ولا لا؟ ومو نسوي بإحنا الصغير، مو نقول له. يوم الكبار يقرروا شيء انت ما تتكلم، حيث يقولوا لك نوديك تتبعنا. ايوه، ومن يوم احنا صغار
أصبحنا قوم تبع. يوم يقولون روحوا يمين إن شاء الله، روحوا شمال إن شاء الله، بس لأنه إحنا قوم تبع، تعودنا من إحنا صغار، والله المستعان. حتى لو ما عجبنا لبس اللبسة الفلانية، طيب أنا ما أحب ذا اللون، كان عاجبنك ما عاجبنك توكل. فيسلب منا حق الاختيار من وإحنا صغار، فيسلب منا حق الاختيار. ولو طفل من أطفالنا وناقشنا قلنا ما فيه أخلاق، مع أنه ممكن نهذب طريقته في السؤال، نهذبها وليس ماله نمنعها. وهذا اللي صاير الآن على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع. على مستوى الأسرة يقول له من أنت عشان تتكلم؟ شوفوا كيف؟ من أنت؟ وهنشوف بعد بلاوي واجد. رحلة العلم أيضا، بما أنه العقل يحتاج إلى، أيوة بالضبط، بما أنه العقل يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يختار. هل ينفع عقلنا يختار على كيفه؟ ينفع العقل يختار على كيفه؟ يعني أنا حتى الطفل لو قال لي أريد المكان الفلاني بسأله ليش تريد المكان الفلاني؟ لازم يكون عنده سبب، والسبب لازم يكون له دليل، صح ولا لا؟ إذن لازم أحتاج إلى معرفة. إذن العقل لا يختار دون معرفة، ولذلك إذا كان الإنسان يتكلم ولا يملك المعرفة ما ينفع. ولذلك الله سبحانه وتعالى أول آية قالها هي اقرأ، ما تختار على كيفك، الأول اقرأ، افهم، خذ المعرفة. أيوة طيب، من أين أخذ المعرفة؟ خذ المعرفة أي اقرأ. طيب جانب آخر، المعرفة ما بس تأخذها، ما بس تأخذها، هي ما خذوه فغلوه، إيش أسوي بهالمعرفة؟ أقربها، أختبرها، أتفكر فيها. يعني إيش؟ يعني لما يجيني طفلي أو يجيني أي شخص، وهذا أنا أقولها الآن، فلنعلم جيلنا، لأنه الآن الجيل القادم للعلم جيل من أذكى، يعني من أذكى الأجيال، لأنه يتساءل، ومدام يتساءل يعني يتفكر، يعني في أشياء ما عاجبتنا، يعني في أشياء ما مرتاح لها، وقايين حنو ما زلنا نجيب له عادات آبائنا وأجدادنا. أنت ما تناقش، أنت ما تتكلم، أنت لازم تتبع، قال لك لازم تكون متبع. وهذه كلمة للأسف كلمة دمرت. أيوة الطفل يختار بدون معرفة، ولذلك من يجب أن يعطيه المعرفة؟ من أين يستقرئ المعرفة؟ الأسرة، الأهل. لما يجي ولدي أنا يقول لي ليش نذهب؟ قل له لأنه هؤلاء هم الرحم، والرحم يعني ناس نحبهم ونوصلهم، فإذا وصلنا خبره كذا كذا شوي شوية. إذا قال زين أنا ما باغي أزورهم، أقول له أيرضيك أن يقطع أحد بيني وبينك؟ هذا إذا الأب يكلم ولده، أيرضيك؟ شوف دائما ناقشه يقول لك لا. قال له إذن أنت نفس الشيء لما تقطع، لما ترفض أنك تزور كأنك تقطع أيضا ما بينك وبينهم، مثل ما تقطع بيني وبينه، بيني وبينك. شوي شوي كلم الطفل، عوده أن يجيب بالحجة، ماشي حاجة اسمها صلة لابد منها، ليش؟ ما في حاجة اسمها لابد منها، لماذا؟ فدائما أجيب له إياها شوي شوية وبالمنطق، تتكون عنده المعارف. طيب القراءة كيف أحصل عليها؟ علشان يقتنع من الكتب. طيب كان سابقا الإنسان المعرفة
يأخذها ويبحث عنها من خلال التفكر. نبينا إبراهيم كان يجمع المعرفة عبر التفكر، تمام؟ هذه كانت طريقة في جمع المعارف، حتى جمع الله لنا هذه المعارف في كتاب، وهذه الأحداث في كتاب، كل ما نحتاجه من خلال التأمل، من خلال التفكر. طيب الآن السؤال، بالضبط عن طريق الملاحظة، ممتاز، عن طريق التأمل، عن طريق التفكر، عن طريق الملاحظة، عن طريق المقارنة أحصل على المعلومات. طيب بعد شيء ثاني، ممكن أحصل المعلومات من عند من؟ من القصص، يعني من من؟ من من؟ لما أقول من القصص يعني من السابقين، معلومات السابقين. والعلم من خصائص العلم يا جماعة، يا جماعة الخير، من خصائص العلم أنه تراكمي. وإيش تراكمي؟ يعني كل واحد يبني على الثاني، على المعلومات اللي قبل، يفندها، يتفكر فيها، يختبرها، ويطلع معلومات جديدة، وهكذا وهكذا وهكذا. إذن ممكن أجيب المعرفة إما من التفكر أو من خلال الآخرين. لنهديكم سنن الذين، الذين من قبلكم. أيوة، من قبلكم، يعني ممكن أنا أستفيد من الناس اللي قبل، وممكن أستفيد أيضا مما ألاحظه. طيب جبت المعلومات مال قبل، وجبت أنا اللي ألاحظه، أيهما أأخذ؟ عندي معلومتين، عندي معلومتين، واحدة أنا شفتها، واحدة ها غير شافها قبلي، أيهما أأخذ؟ اللي أنا شفتها، هذه هي اللي أنا شفتها، هذا هو ما يسمى بهوى النفس. ممتاز، اللي قال أقارن، مو يعني كلمة أقارن، يعني ويش أسوي؟ أختبرهم المعلومتين، أختبر المعلومتين، أحلل، أيوة، ما تعال واختار، أيوة، أميز بينهم، أقارن بينهم، أيهم أقرب؟ طيب كيف أختار؟ كيف أختبرهم؟ كيف أختبرهم؟ في العلم، في العلم من خصائص العلم، والقرآن والعلم ترى نفس الشيء، لا اختلاف. قواعد التفكر في القرآن هي نفسها قواعد التفكر في العلم، ما في اختلاف. العلم يقول لك لا تطلق معلومة غير مجربة، يعني ما خضعت لتجربة، ما تجي تقول لي كلام عايم، لابد أن تكون المعلومة مالها مجربة، يعني حطيتها في اختبار. طيب يعني معناته أنا أحتاج إلى التجريب، بالضبط. هناك معلومات موجودة سابقا، لكن مالها، مالها، ممكن تكون مالها خاطئة، خاطئة وغير صحيحة، تمام. طيب أنا كيف أجرب في موضوع مثل هذا، موضوع في حياتي مثلا، موضوع في إيماني، في قناعاتي، كيف أختبرها؟ كيف أختبرها؟ أعطيكم مثال عشان أقرب لكم، أقرب الفكرة، لأنه أنا ما أريد أعطيكم المعلومة خط لزق، أنا أريدكم نفس الشيء في شغل. إحنا جالسين نتفكر الآن. عرف عن أنه متوسط درجة حرارة الإنسان هي 37 درجة مئوية، متوسط درجة حرارة الإنسان الطبيعية هي 37 درجة مئوية. كيف عرفوها؟ عملوا تجارب وجدوا أنه بعض الناس 36، بعض الناس 37.5،
بعض الناس 36 ونص، فوجدوا أن المتوسط لما جابوا المتوسط وجدوا أن المتوسط 37. فإذا المعيار هنا كيف أعرف هذا الإنسان عنده حمى أو لا؟ كيف أعرف؟ إيش التجربة؟ مقياس، لازم يكون عندي مقياس. أيوة، ليش؟ لأنه أنا سبق وسويت تجارب، في تجارب سابقة صارت، تمام؟ فهذه التجارب السابقة أجيبها، وقالوا لي إنه في نتيجة واحدة متفق عليها، متفق عليها، شوفوا كيف؟ متفق عليها. ليش؟ لأنها تكررت، شوفوا كيف؟ لأنها تكررت مع التجربة، خلاص اتفقوا على أنه متوسط حرارة، أو درجة، عفوا مش حرارة، درجة حرارة الإنسان هي 37 درجة مئوية، خلاص متفق عليه. فإذا إيش أشوف؟ كيف أعرف هذا الإنسان عنده حمى ولا لا؟ أجي أقيس درجة حرارته، إذا طلعت أكبر من 37 يعني وصلت 38، على طول أقول إيش عندك؟ مباشرة أختار إنه عنده ماذا؟ حمى. طيب لو طلعت درجة حرارته 36.8، هل أقدر أقول عنده حمى؟ طبيعي، ما في. إذن إيش أخذت؟ إيش أخذت أنا؟ أخذت أداة، استخدمت أداة. إيش هذه الأداة؟ الأداة هذه متفق عليها ومجموع عليها إنه هذه الأداة هي المعيار، مقياس. بالضبط، ممتاز. إذن أخذت هذه الأداة، رائعين أنتوا، أنتوا رائعين. أخذت هذه الأداة لأنه هذه الأداة متفق عليها. نعم بإذن الله، نعم بإذن الله، محاضراتنا مسجلة. يلا جماعة، ترى الكلام بدأ يسخن. إذن معناته أنا إذا عندي فكرة معينة مرتبطة بالعبادات، مرتبطة بالعبادات، لازم يكون عندي مقياس. أبى أعرف هذه الصلاة حقيقية ولا ما حقيقية؟ لا يوجد صوت؟ ها؟ أريد أعرف صح ولا لا؟ إذن إلى ماذا أرجع؟ أرجع إلى ماذا؟ إلى شيء الكل متفق عليه. إيش هو الشيء اللي إحنا متفقين عليه؟ القرآن، المصدر رقم واحد، المصدر رقم واحد، القرآن الكريم. نعم، إذن أنا لما أريد أناقش أحد، ليش اتخذت القرآن هنا؟ ليش خط القرآن؟ طب ليش ما خط الإنجيل مثلا؟ ليش ما خط الإنجيل؟ ما هو كتاب. ما الإنجيل كتاب. ليش ما أخذ من التوراة؟ ما تقولوا لي لأنه كتاب الله العزيز، قلنا أعطيني إجابة. ليش ما نأخذ الإنجيل؟ لأنه الإنجيل 600 نسخة، 600 نسخة، ما كتاب واحد، أي واحد أخذ، صح ولا لا؟ الإنجيل 600 نسخة، التوراة مليون نسخة، يستوي أخذ حاجة فيها 600 خيار؟ إحنا قلنا باغين شيء ثابت، مقياس، أرجعه. إذن ما ينفعني هذه الكتب، ما تنفعني. لماذا لا تنفعني؟ لأنه فيها اختلاف. أنا محتاجة حاجة ما فيها اختلاف، محتاجة حاجة ما لها، هنخبر إن شاء الله، ما بشي إشكالية، ما في إشكالية، هناخذ حاجة ثابتة ما فيها اختلاف. طبعا أنا البنت اللي تقول إنها لا تؤمن أيضا بالسنة راح نتكلم فيها هذه إن شاء الله، ما في إشكالية إن شاء الله، وسنجيبها بإذن الله تعالى على سؤالها، تمام. إذن أنا أختار الشيء الثابت، أرجعه. أيوة، لأن القرآن اللي موجود عندي
نفس القرآن اللي موجود عند عزة، عند رحمة، عند فاطمة، عند بدرية، عند سلامة، عند فلانة، عند أم هيثم، نفسه نفسه. أتلقيوا في تغيير؟ إذا رحتوا شيء من المساجد بتلقيوا إنه القرآن مختلف عن القرآن اللي عندكم في البيت؟ لا. إذن ثابت، ما في اثنين يقولوا لا إحنا لا عندنا النسخ مختلفة. إذن هو الأولى بإن أنا أرد أفكاري إليه، أرجعها إليه. مقياس. طيب، إذن دائما في أي تجربة عملية، إحنا عندنا أي تجربة عملية لابد إنه يكون عندي عوامل اسمها عوامل ثابتة وعوامل متغيرة، تمام؟ فإحنا نتكلم الآن بمنطق العلمي ومنطق العقل، لأنه في ناس الآن تبقى منطق العلم ومنطق العقل وإحنا نخاطبها. طيب، ما هي العوامل الثابتة؟ هو شيء لا يختلف عليه اثنان متفقين عليه. مقياس، أقيس عليه كلامي وأفكاري وأردها إليه، إذا هناك ما يوافقه أخذته وقررت بشأنه. طيب، إذا هناك لا يوافقه إيش أسوي؟ أرده، وإلا خليني أختار على كيفي وساعدها تحمل النتيجة. تبى تختار على كيفك اختار، تبى تختار بمنطق العقلي وبمنطق العلم وبمنطق الأدلة، أنت عملت بما الله تعالى اختاره لك اللي هو أنه أعطاك العقل. إذن أرده، وهنا قلنا العامل الثابت عندنا في قضيتنا، لأنه إحنا اليوم نتكلم عن الصلاة، ما هو العامل الثابت؟ القرآن الكريم. وما هو العامل المتغير؟ الصلاة. الصلاة، هل الصلاة حقيقية ولا ما حقيقية؟ هل الصلاة اللي نصليها صح ولا ما صح؟ هل الأركان الموجودة في الصلاة هي الأركان؟ أيوة، لأنه هي تو القضية اللي إحنا ندرسها. إحنا موضوعنا اليوم الصلاة، فأنا أريد أختبر الصلاة، موضوع الصلاة. فهو بالنسبة للي متغير الآن، ما أريد أن أختبره هو المتغير. وما وكيف أريد أتأكد؟ إذن ماله أرجع لمن؟ للقرآن، تمام؟ والناس اللي تقول إنها تؤمن بالقرآن أيضا، يا ريت يكونوا جالسين هنا وحاضرين، أو تخبروهم أن يحضروا، لأننا اليوم سنعتمد على القرآن اعتماد خلينا نقول 90%. نرد كل شيء، بكلمكم كل شيء بالآيات، عشان ما حد يجي يقول لي لكن كذا لكن كذا لكن كذا، لأنه إحنا الآيات واضحة. فاللي يجي ناقشني بعدين ويقول لي أنتي غلط وأنتي ما صح، يجي ناقشني بآية بنفس الأداة. اتفقنا؟ حجة، نعم. قياس، يعني ما واحد يجي يقول لي أنا أقول له مثلا أن الصلاة صحيحة، يجي يقول لي الصلاة ما صحيحة. طيب في القرآن مثلا القرآن يقول لي أن الصلاة صحيحة، يقول لا لكن في الإنجيل الصلاة غير. أنا قلت لك القرآن، ارجع لي للقرآن، كلمني بنفس الأداة، ما تقيس لي بأداة ثانية. وضحت الفكرة؟ أيوة. طيب ممتاز. طيب يا حلوين، في شيء ثاني إحنا عندنا في العلم، وأنا أريد أوضح أيضا شيء مرة ثانية. في العلم عندنا حاجة اسمها في مقاييس مختلفة، مقاييس مختلفة. المقاييس المختلفة يعني عندي مثلا درجة الحرارة بالفهرنهايت ودرجة الحرارة بالسيليزية، هذه غير هذه، صح؟ الاثنين يقيسوا مالهم، يقيسوا درجة الحرارة، لكن هذا معياره غير وهذا معياره غير. فيوم أجي أقيس، حتى دائما نقولنا دائما عندنا في العلوم وحد الوحدات،
وحد الوحدات، يعني وحد المقياس. ما يوم تجي تحل مسألة شيء بالفهرنهايت وشيء بالسيليزية. الآن نفس الشيء، يوم تجي تناقشني ناقشني بالقرآن، أناقشك بالقرآن ناقشني بالقرآن، ما تجي تجيب لي الإنجيل، لأنه الآن إحنا نتناقش بالقرآن فقط، هذه أداتنا. فنوحد العامل الثابت، نوحده. ما ناس تحل بالفهرنهايت وناس تحل بالسيليزية، جايبين لي درجتين حرارة، درجتين من درجات الحرارة. وأنا آسفة إذا كنت أحياناً أتكلم باللغة العلمية، بس عشان أنا عارفة في جيل هنا وعارف الكلمات والمصطلحات اللي أقولها، عارف وش أنا جالسة أقول، فأحاول أنه أنا أكلمكم أيضاً بمنطق العقل. فما ينفع أنه أنا في مسألة ما في الرياضيات مثلاً، عندي مسألة حاجة عطوني إياها بالسنتيمتر وحاجة عطوني إياها بالمتر، ينفع أحط الثنتين ولا لازم أوحد الوحدات أول شيء؟ ما دائما يقولون لنا وش نوحد؟ أيوة، إذا لازم نوحد. فما يجي حد يقول لي ولكن الإنجيل قال. بالضبط، يا كله سنتيمتر يا كله متر. فإذا الآن متفقين على أنه أداتنا ومقياسنا ومعيارنا القرآن. ليش قلنا اخترنا القرآن؟ خبرتكم ليش؟ لأنه كتاب ثابت، وعادة عندما نختار مقياس نختار مقياس يكون ثابت. ماذا يعني ثابت؟ يعني أنه لا يختلف عليه اثنان، لا يختلف عليه اثنان. تمام. ما علي شوية، أنا ما أريدكم تتعصبوا للقرآن أو الإنجيل أو غيره، وأنا أعرف أن القرآن جنتنا، بس إحنا الآن نتكلم بمنطق، إحنا ماشيين خطوة خطوة كما يأمرنا الله. إنه يا إنسان أنت تفكر، فضلك أداة، ابحثها، اختبرها، تفكر، اختار باختصار، وفضلك أداة واحدة. أصلاً أنت لما تجي تأخذ الإنجيل وتبي تحكميه بيجن راسش. ليش؟ لأنه الإنجيل 600 نسخة، أتوخذي من ولا من؟ تجي تأخذ التوراة مو تقري منه ذاك التوراة. فهذه هي، لما يكون الشيء ما واضح ما ينفع يكون مقياس. فلذلك الآن احنا متفقين، الآن متفقين انه هذا الكتاب الثابت هو الذي اريده، هو الذي يكون معيار حالي. طيب، إذن ليش احنا اخترناه؟ الله تعالى قال، وهذا اول دليل، تبارك الذي نزل الفرقان. وكلمة الفرقان أي يفرق بين الحق والباطل، فرقان أي يفرق ويحكم. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون ماله للعالمين نذيرا. خلاص اتفقنا الآن إن القرآن هو معيارنا. نذير أي ينبئني، أي ينبئني، أي يخبرني، أي يوجهني ويعلمني وين الصح وين الغلط، يرشدني. نعم، طبعا كل الكتب نؤمن بها، لكن ليس تلك التي نجد فيها اختلافا كثيرا، لأن التي نجد فيها اختلافا كثيرا هي في واقع الأمر ليست تلك التي نزلت على أو بمعنى صح أصابها من التحريف ما أصابها ولعب فيها الناس. ما الذي يحدث؟ وانتبهوا، الله يريد أن يتوب علينا، الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا، يعني الله تعالى يريدنا نكون طاهرين، يريدنا نكون بخير، يريدنا نكون في حالة رفعة. طيب في ناس ثانية وش تريدنا نكون؟ ويريد الذين يتبعون مال الشهوات، أهواءهم، الشهوات، الشهوات، إنهم ماله
إنه إحنا مش يريدون الانتكاسة، يريدون الميلان، يريدون الضياع. باختصار ما يريدون نكون بخير. طيب إيش رأيكم إنه بعض الذين يريدون لنا أن نميل هم نفسهم من أهل الشريعة، بعض منهم من أهل الشريعة. شفتوا المصيبة؟ أعطيكم مثال. لما تجي واحد، يجي واحد قولي له يا فلان طيب ليش الصلاة كذا وكذا وكذا، مثلا ليش ما كذا وكذا وكذا، يقول له أنت ما مسلم، يرد عليك أنت ما مسلم، أنا مسلم، أنا مسلم، طيب مو بعدك باغي؟ قال له كيف يعني بعدني باغي؟ باغي أعرف ليش هي ذي الصلاة، من حقي أعرف، من حقي، صح ولا لا؟ من حق أي إنسان يسأل سؤال أن يجد الإجابة، من حقه. الآن قيلنا إيش جالس يصير؟ يجد الإجابات عند من؟ عند من يجد الإجابات؟ يجد الإجابات في النت، وفي النت في من؟ في المتردية والنطيحة، صح ولا لا؟ في كل شيء، في الغث والسمين، فأصبح يتلقى الإجابة يجيبوها من ناحية عاطفية. أيوة، في الغث وفي السمين، ولكن المشكلة لما يكون اللي يقود الغث إنسان يعتبر رمز من رموزي، ها، من رموز أهل الرأي، هنا المصيبة. عارف كيف يجيب الناس ويستغل ماله، يستغل جهل الناس وبساطتهم التفكيرية. ولما تجي تناقشي، وهذا على فكرة أنا لا أتكلم عن ولا أخص أحد، لا أخص أحد، أنتم بإمكانكم تفتحوا اليوتيوب وشوفوا الغث والسمين، إذا بس نشغل عقلنا شوية بنشوف من اللي عاقل ومن اللي ما في عقل، يعني هذا ما يختلف عليه، يعني الواحد يشوف حاجة فيها يعني تتوافق معاها النفس وفي أشياء ما تتوافق معاها النفس، بتعرفوا. مشكلة إنه الواحد لما يجي يقول لهم هذه فكرة وأنا كذا كذا رحت قرأت القرآن وجدته كذا كذا، مو يردوا عليه، يقول أنا قرأت القرآن وجدت كذا وكذا وكذا. تو لو أنت إنسان عالم، لو أنت إنسان عالم، مو المفروض تقول ها؟ المنطق ماذا يقول؟ ألم يقول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن؟ مو تقول له تعال نجيب الآيات بقلتبها، تعال نفهمها مع بعض، صح ولا لا؟ تعال إيش؟ ناقشها مع بعض. وبعدين لأنه الهدف ماذا؟ الهدف أن تصل وأن أصل، الهدف أن احنا نوصل للحق، ما الهدف أنه أنا أنتصر عليك ولا تنتصر علي. هذا خلق العالم الحق، في علماء حق ما يدخلوا في جدال، ما يقولوا هذا طفل أنا ما أرد عليه، ما يقول هذا طفل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماله كان لا يرد سائلا، ما يقول هذا صغير جاوبوا انتوا عني انا ما اجاوبه، هذا اعرابي ما ينفع انا اجاوبه، كان يقول ذلك؟ لا. والمشكله فعلا لغه الخطاب عند المضللين جذابه، وعند من لديهم المعرفه يا انه ما عندهم نشاط للاسف، ما لهم نشاط، او انهم ما لهم دفشين، وأنا أعتذر على هذه الكلمة القوية، دفشين. ليش؟ لأنهم أيضا لم يعملوا عقلهم، بعض منهم طبعا ما كلهم ما أعملوا عقلهم. لذلك لما تجي تناقشيهم في بعض العلماء لما يعطوهم مسألة يقول أعطيني فترة أتفكر فيها، شوفوا العالم، أعطيني
لحظات أفكر فيها فلا يجيب يأنأ بنفسه ثم يتفكر ولا يجيب. يجي واحد قوم تبع، لما تجي تناقشيه ويقول ليش هذا قوم تبع، يقول لك أنت خرجت عن الملة. سلامات، ليش خرجت عن الملة؟ مو قلت وبعدين يروح يقول لك أنت أصلا من، أنت ما تخصصك في الشريعة، أنت تربوية، أنت وش دخلش؟ طيب أنا جالسة قادلك بالقرآن، قادلني بالقرآن، أنا لا سبيتك لا غلطت عليك، أنا هذا فهمي هذا تفكري. يجي يرد عليك ويقول لك من أنت، أنت ما درست شريعة ولا درست قرآن ولا درست كذا، لكني لدي العقل الذي لديك، أنا تفكرت وأنت تفكرت، والله تعالى قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يعني اللي عندك عندي أصلا. فكيف أنت تقول أنا ما عندي؟ أنا عندي العقل اللي عندك، والتفكير مهمة العقل، فمثل ما أنت تفكر أنا أيضا أتفكر وأنا أتساءل. إذا أنت شايف إنه كلامي خطأ بيّن لي ليش خطأ، لكن ما تروح تقول لي أنت من عشان تجادل. وهذه هي المصيبة، دائما يقول أنت من، أنت وش تخصصك؟ أول سؤال يسألك إياه، أنت وش تخصصك؟ من هو ذا فلان؟ جزاك الله خير أستاذة ميمونة حبيبتي أنت. الله يسعدك يا رب. من هو هذا فلان؟ هذا يقولوا لك بكذا، يردوا لك الله يسعدك أستاذة. طيب، لكن الله ماذا تعالى يأمرنا بماذا؟ حتى أرد عليش، أرد عليش خلاف أستاذة ميمونة، أرد عليش خلاف. حتى أنا أنت إن شاء الله، الله يسعدك يا رب، نوم أنا مشتاقتنش. الله تعالى أمرنا بالتفكر، قال قل سيروا في الأرض، قلنا إحنا اليوم بنتكلم بالقرآن، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف، كيف ماذا، كيف بدأ الخلق. يعني الله تعالى يأمرنا كلنا، ما قال يا فلان، قل سيروا في الأرض، كلنا، كل واحد فينا من صغير وكبير مطالب بالتفكر، كل إنسان. فما يجي إنسان يقلل من شأني، أنا تفكرت بطريقتي واستخدمت أدواتي ورجعت للقرآن، وتجي أنت تقول لي أنت من، أنت لا درست شريعة ولا درست دين ولا درست شيء عشان تتكلم. هذه المصيبة اللي احنا واقعين فيها. ولذلك كل إنسان من حقه أنه يفكر، كل إنسان من حقه أن يفكر. ثم يقول أيضا أنه فكري وفكر زهرة وفكر طموح وفكر أستاذة ميمونة وفكر الجميع ماله، يكمل بعضه بعض. الاختلاف يعني تكامل وليس شقاق. ليش الخلاف تكامل؟ ليش الخلاف تكامل؟ بالضبط، ليش الخلاف تكامل؟ لأنه أنا أنظر من زاوية، وأختي الغالية سحر تنظر من زاوية، وأثير تنظر من زاوية ثالثة. في النهاية إيش نريد؟ إيش نريد نسوي؟ نوضح ماذا؟ الصورة، تتضح الصورة للجميع، تتضح الحقيقة، هذا الأصل. الاختلاف في تكامل. الحين الاختلاف مو فيه أنا أحسن منك، هذا الاختلاف تو مستوي، رأي فلان أحسن من فلان، ورأي الجماعة الفلانية أحسن من رأي الجماعة الفلانية ما شاء الله، ورأي القبيلة الفلانية أحسن من القبيلة الفلانية، من هين ما أعرف. بس ليش؟ لأني أنا يعني لأني جاي من هذه العصبة، إذن أنا مثلهم. بالضبط، هذا تحيز. نعم قولي صواب يحتمل الخطأ، وقولك خطأ يحتمل الصواب. عشان ويش نكمل بعضنا بعض؟ ترى هو ذا الهدف، نتقبل جميع الآراء. ليش؟ لأنه أنا الآن بتكلم عن شيء، في ناس ثانية تقول بحاجة ثانية، وما مسموح إنه إحنا نناقشه،
كأنه استوى اختراق. نعم صار في اختراق، نتوقع الاختراق عادي. فاللي مستعجلة وما حابة تسمع ذي المقدمة، ترى ذي المقدمة ضرورية، هتعرفوا بعدين ليش ذي المقدمة ضرورية. ويوم أتكلم عن السيكولوجية الصلاة إن شاء الله سنتكلم عن سيكولوجية الصلاة، والنقاش مسموح نعم حتى نصل للحقيقة أكيد، هذا هو المطلوب. طيب كنت بخير لحد ما فجأة حياتي تغيرت وصحتي تدهورت، ولدرجة إني رحت عند الأطباء وقالوا لي ما عندي أي شيء عضوي يذكر، يعني أنا من الناحية العضوية سليم 100%. عندها عرفت إنه اللي فيني إما سحر أو حسد. الحسد دمرني، من بعد ما كنت شخص ناجح صرت شخص خائف وشخص غير منجز. أنا كنت إنسانة سعيدة وكانت حياتي قمة في الفرح، وكنت إنسانة نشيطة، بس الحساد ما خلوني. بالرغم من إني على طول أعمل تحصينات وأعمل الأذكار الصباح والمساء وأقرأ المعوذات وأستودع أبنائي، ومع ذلك أنا دائما أعيش في قلق وخوف على أبنائي من أي حادث ممكن يصيبهم. السؤال اللي يطرح نفسه، ليش أنت بالذات؟ طيب ليش إذا تكلمنا عن شيء حلو الناس على طول تفسده؟ هل تصدق بالحسد والسحر؟ السحر والحسد موجود في حياتنا، إحنا يوميا نتعرض لموجات ممكن تخلينا عرضة للحسد وللسحر، معقولة؟ لكن في ناس يظهر عندها الحسد وفي ناس لا، يا ترى شو السبب؟ ببساطة في ناس فاهمة إيش يعني تحصين وواعية لهذا الموضوع، وفي ناس ثانية تردد أذكار التحصين وآيات التحصين بس دون وعي. وقبل ما نفكر في الناس اللي حوالينا، هل فكرنا فعلا أنه نعمل تحصين لأفكارنا ومشاعرنا ولسلوكياتنا؟ كيف نقدر نتلو أذكار التحصين وفعلا تكون مفعلة في حياتنا، بحيث أنه لما نذكر هذه الأذكار ونتلوها نكون مثل اللي تدرع بدرع التحصين؟ كيف نتشافى من الوسواس والخوف؟ وكيف إنه إحنا نقدر أيضاً نحمي أحبابنا وأطفالنا من إنه إحنا نفقدهم أو من فاجعة فقدهم؟ طيب شو الأسرار الموجودة في سورتي الفلق والناس؟ وليش دائماً عشان نتحصن لازم نقرأ هذا السورتين؟ إيش الدرع الثلاثي اللي موجود في هاتين السورتين؟ وإيش الفرق بين سورة الفلق سورة الناس في التحصين؟ كيف راح أقدر أفعل اسم الله الحفيظ والأسماء الحسنى المرتبطة بالتحصين، بحيث إني أنا في النهاية أتدرع وأتحصن بلباس التقوى؟ طيب شو علاقة لباس التقوى بالتحصين وفي إنه أنا أحفظ من كل المشكلات النفسية وكذلك الخوف والوسواس الحسد والسحر؟ إذا حابين تعرفوا الطريقة مع تطبيقات عملية ومضمونة، دورة لباس التقوى راح تحقق وتجاوب على كل الأسئلة اللي طرحناها. راح نعرف الخلل الموجود عندنا اللي يخلي إنه أذكار التحصين ما تشتغل عندنا، ليش وكيف نفعلها من أول وجديد وبصورة سريعة. أيضا كيف أقدر أحمي علاقاتي والناس اللي أحبهم من إنه أنا أفقدهم أو أخسرهم أو إنهم يضيعوا من بين يدي. أيضا بلباس التقوى رح نتعلم كيف نحمي أنفسنا من شياطين الإنس وشياطين الجن. دورة لباس التقوى دورة متكاملة نقدمها أونلاين ببرنامج الزوم ولمدة يومين. تفاصيل هذه الدورة أكثر أسفل الفيديو. الآن
الآن وصلنا للناس اللي تسأل متى سنتكلم عن الصلاة. إذا نحن هنمشي بمنهج علمي الآن، والمنهج العلمي إنه أنا عندي عامل ثابت وعامل متغير. العامل الثابت القرآن، والعامل المتغير الصلاة اللي يختلف عليها الكثير واللي يتساءل عنها الكثير. ولذلك عشان أعرف ما هي الصلاة، إحنا بنستخدم أسلوب من أساليب التفكير. أهل التدبر اللي معاي في جماعة التدبر عارفين هذا الأسلوب. نطرح 4 أسئلة من 4 جوانب: لماذا نصلي؟ وما المقصود بالصلاة؟ وكيف نصلي؟ وكيف عرفنا إنه هي هذه الصلاة؟ وماذا لو لم نصلي؟ تمام؟ ثم راح نتكلم عن الخشوع وما المقصود بالخشوع وكيف نصل إلى الخشوع. فالآن اربطوا الأحزمة لأن الرحلة توبدت. كل ذا كانت مقدمة ذيك الساعة. رابطين الأحزمة؟ توها يبدأ الشغل الصح. الجماعة اللي يتسائلوا، كل هذه كانت مقدمة. معي؟ طيب يلا يا جماعة، اللي عنده ورقة وقلم يجهز أوراقه وأقلامه. ما تقولي لي الصلاة فرض من فرائض الإسلام حبيبتي رحمة، لو سمحتوا ما تجاوبوني إجابات تعودنا عليها. ما نريد إجابات محفوظة، نريد إجابات قلنا ماله ها بمنطق القرآن بس. هنمشي شوي شوي، ما تستعجلون. إحنا ترى محفظين هذا الكلام، الصلاة فرض، الصلاة كذا، الصلاة كذا. إحنا محفظين هذا الكلام، إحنا ما نبى اليوم كلام حفظ، نبى كلام ماله تدبر. و ها أنتي متأكدة يا الصبحية إنه في صلاة أصلا؟ أنتي متأكدة؟ سؤالي الآن، هل أنت متأكدة أنه في صلاة؟ أنا سألت الصبحية هل متأكدة أنه في صلاة نصليها؟ هذا سؤال موجه، متأكدين؟ واحدة تقول لي نعم. متأكدة أنه هي اللي مقصودة؟ بالعمد هذا السؤال، هذا السؤال خطير. أنا مو قلت لكم، قالت لكم أنه محاضرة من العيار الثقيل، بو ما يتحملها ها يصبر عاد ما بيدي. سنزلزل كل شيء اليوم، سنزلزل كل شيء اليوم. يلا، هل هي هذه الصلاة؟ هنزلزل؟ لا. شفتوا بدأت تختلف الآراء. هذا دليل على ماذا؟ نعم، في حد يقول نعم. طيب اللي تقول لي نعم، ما دليلك؟ ما احنا قلنا نتكلم بالقرآن اليوم، ما قلنا نتكلم بالقرآن. فصلي لربك وانحر. متأكدين كلمة فصلي لربك وانحر هي الصلاة ذات الركوع والسجود والخشوع وقراءة القرآن؟ هل الصلاة اللي هي الخمس صلوات بنتكلم عنها، الخمس صلوات اللي إحنا نصليها، هن هذيلا نعم ينفع حبيبتي؟ فليحضر من يحب أن يحضر. هي ذي الخمس صلوات بركوعها بسجودها بخشوعها؟ أنا مو قلت بغي إجابة بالقرآن. نحن ما قلنا نرجع إلى القرآن؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إنزين لحد هنا وبوافقش، وبعدين مو دراني إنها هي 3 ركعات و4 ركعات وركعتين، ومو دراني إنه أول شيء قيام ثم توجه ثم ماذا، ثم تكبيرة الإحرام ثم الأركان. جيبي لي الآية اللي تقول لي ذا الكلام.
صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب هذه في السنة، هذه في السنة، لأن الرسول أسوة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ممتاز ممتاز. وأقم الصلاة لذكري. أطيع الرسول. طيب ما مشكلة. سأخذ بالكلام. أنا الآن سمعتكم، سمعتكم، عاد أنتم سمعوني للنهاية. زين اسمعوني للنهاية. طيب أنا راح أسكر الشات، ولما يكون هناك سؤال فاسمعوني للنهاية. حبيبة وين ترسل لي توعدك يعني الشكل عشان أفزع. طيب يلا على بركة الله نبدأ. أول شيء أول شيء أول شيء دعونا نعرف، عشان نعرف الصلاة أول شيء. في بعض الأخوات قال كتبا في الشات أقم الصلاة لذكري وغيرها من الآيات الجميلة التي ذكر فيها لفظة الصلاة. لكن أنا قبل ما أجاوب لازم أعرف، قلنا هل نعرف الصلاة؟ هل هي الصلاة الحقيقية؟ قلنا إحنا نتناول الصلاة من أربعة جوانب عشان نتأكد هي الصلاة ولا لا. يعني ما ينفع أختبر جانب وجانب آخر، لا، لابد أن يكون اختباري شامل. أيضا ما ينفع أختبر الشيء بباغنه والشيء اللي ما باغنه ما أختبره. وقلنا كله نرجعه إلى معيار واحد ألا وهو القرآن الكريم. ولذلك راح نسأل أول شيء لماذا نصلي، ثم راح نجاوب على السؤال ماذا نعني بالصلاة، ثم كيف نصلي، ثم ماذا لو لم نصلي، وراح ندرج على الخشوع. أول شيء أول شيء عشان نعرف الجزئية الأولى لماذا نصلي، ليش إحنا نصلي أصلا، عشان أتأكد في صلاة ولا لا، ليش نصلي أصلا. عشان نجاوب على هذا السؤال لازم نعرف أصلا إحنا ليش خلقنا، ليش خلقنا وبعدين نصلي ليش. كل واحدة الآن بتجاوبني، لو سألتها لماذا خلقنا هتجاوبني بكل بساطة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بس بتقول لي هذه الجملة. لو سألتها مو يعني كلمة ليعبدون، تو بتشوفوا، بتشوفوا العجائب في الإجابة. أنا متأكدة أول شيء بتقولوا لي كلمة ليعبدون، ليعبدون إنه إحنا مخلوقين عشان نعبد الله حسب الآية، لأن إحنا قلنا نرجع للقرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صح؟ مو يعني ليعبدون، يلا خلافة الله فيه. مو يعني كلمة ليعبدون، ما الذي يقصده الله تعالى هنا بالعبادة؟ الدعاء بعد، ليذكروني. العبادة أنواع، ليشكر الله، اتباعه، تنزيهه، اتباع أوامره، عبادة الله والتذلل، الخضوع، التأمل، الذكر، تقرب إلى الله، تنفيذ أوامر الله، أعمال الخلافة، تعظيم الله، لنعبد الله، يقيم أمر الله فيما استخلفوا فيه، للاتصال بالله، الخضوع والذكر، عمارة الأرض، يوحدوني، تطهير النفس، اتباع أوامر الله، هذه هي العبادة، حب الله. تزكية النفس، الإخلاص. كل الكلام اللي قلته ما له علاقة بالعبادة، إيش رأيكم؟ مصدومين صح؟ اتباع أمر الله، خوض التجربة، أي تجربة؟ الشكر، كل اللي قلتوه يسمى أعمال صالحات، كل ما قلتوه يسمى أعمال صالحة.
أعمال صالحة، ضحكتيني، خسارة المراكز، كل ما قلتوه ليس له علاقة بالعبادة. أنزين، يلا يلا، تو بدت الصدمات، يلا هذه الصدمة الأولى، الصدمة الأولى. طيب شوي شوية نمشي، الانقياد والخضوع له. انزين صبروا صبروا قبل ما تتكلموا، صبروا، لأن كل قلت لكم كل ما قلتوه هو من الأعمال الصالحات، اسمها من الأعمال الصالحات، ليست هي هذه العبادة، مو هي العبادة. يلا بسم الله، أول شيء أول شيء أول شيء، يا الله يا جماعة الخير، وفي ناس اللي حاضرين معاي المحاضرة في جامع المجيب، محاضرة معي في جامع المجيب، ما تجاوبني اليوم على الأقل لين أخلص الجزئية هذه. زين حبيباتي، وكانوا حاضرين معي، هي بو حاضرين ما يتكلم اليوم، أنا بسكر عشان ما يخربن. أول شيء تعالوا نشوف أنبياءنا لماذا اجتمعوا، أو في ماذا اجتمعوا الأنبياء. تعالوا نشوف الآيات على ماذا اجتمع الأنبياء. يقول الله تعالى في سورة يونس: فإن توليتكم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت ماله أن أكون من المسلمين. ثم يقول الله تعالى في سورة، وهذه السورة وهذه الآية على لسان من؟ نبي الله نوح. ثم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يقول الله تعالى، هذه بالنسبة لي نبي الله إبراهيم: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها بيتا فيها غير بيت من المسلمين. وآية أخرى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: إيش؟ نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد أن بأننا مسلمون. هتلاحظوا هنا الجميع، جميع النبي عيسى والنبي لوط والنبي إبراهيم ونبي الله نوح، كلهم قالوا أنهم من المسلمين، كلهم قالوا أنهم من المسلمين. هذا اللي اجتمع عليه الأنبياء. طيب تعالوا نشوف مرة ثانية الآيات الأخرى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى نهاية الآية، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم قال أيضا في الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مالهن؟ مسلمات مؤمنات. ثم قالت الأعراب في آية الحجرات الآية 14، قالت الأعراب ماذا قالت؟ آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن ماذا قولوا؟ أسلمنا. وقت نسمع هذه الآية وكأنه هنا عندنا في شيئين على فكرة مختلفات، ما هنا هذا الشيئين؟ ما هما هذا الشيئين اللي احنا تو تكلمنا عنها؟ كأن الله تعالى يخبرنا أن هناك حاجة اسمها إيمان وحاجة اسمها إسلام. فالإسلام هو ماذا؟ هو شيء، والإيمان شيء. تتفق معي باللي أنا قلته الآن، إنه الإسلام شيء والإيمان شيء؟ يلا فتحنا الشات بس عشان نتفق. إذن الإسلام شيء والإيمان شيء. طيب الإسلام الإسلام ماله؟ الإسلام معناته التسليم، أيوة، بس الإسلام رسالة من؟ رسالة كل من؟ الأنبياء، صح ولا لا؟ كل الأنبياء، ما بس النبي إبراهيم. أنا تو ذكرت النبي نوح، وذكرنا النبي عيسى،
وذكرنا من أيضا النبي إبراهيم، صح ولا لا؟ إذن كل الأنبياء بعثوا، مالهم خلقوا، أيوة مسلمين. هذا دليل على أنه الإسلام شيء والإيمان شيء. الإسلام هو الدين، ماله الدين، دين العبادة، الإسلام فطرة. شكرا نور، جزاك الله خير. من هين جابته كلامها نور؟ قال نحن نرجع للآيات. إذن في حاجة اسمها إسلام وفي حاجة اسمها إيمان، وهقول لكم الآن. الإسلام فطرة، من هين قبنا هذا الكلام؟ فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن الإسلام، كل الناس تخلق على الإسلام. طيب إيش يعني الإسلام؟ ماذا نقصد بالإسلام؟ كل الناس، وين ما يكون الطفل، أول ما ينولد ماله؟ مخلوق مسلم، يولد على الفطرة. إن شاء الله حتى لو أبوه يكون يعني مجوسي، أو يكون يعبد النار، أو ما يعبد ما يعبد، يولد مسلم. كلنا نولد على الإسلام، كل مولود يولد على الإسلام. هذا إذا بغينا دليل آخر من السنة، كل مولود يولد على الإسلام، ما في إنسان يولد على دين غير، لا. وفطرة الله التي ارتضاها للناس إنه ماله أسلم. طيب إيش يعني أسلم أو مسلم؟ يعني كلنا مسلمين باختصار، مو يعني أسلم. لا، الإيمان غير. قلنا في فرق بين الإيمان والإسلام. خضوع، تسليم، انقياد، استسلام. طيب عشان أوضحها أكثر، إحنا قلنا إنه الإسلام فطرة، صح؟ فطرة، صح؟ متفقين إنه الإسلام فطرة. طيب هعيد السؤال مرة ثانية. لما الإنسان كان مؤمنا أو كافرا، يعني كان يؤمن أو لا يؤمن، إنزين، وقع في مشكلة، وخلاص هذه المشكلة ممكن إيش؟ ممكن يفقد فيها حياته، فإلى من يلجأ؟ يرجع لمن؟ يعني إيش الفطرة، نداء ماله؟ الفطرة. فإذا ماذا نعني بالإسلام؟ ها؟ يعني ويش؟ إيش يعني نداء الفطرة؟ يعني اللجوء إلى الله، يعني الاتصال بالله، يعني الاتصال بالله. شكرا. قبل الخضوع والانقياد انتظروا، لا تقولوا لي خضوع وانقياد، يعني أنه متصل بالله، يتصل بالله، يتوجه إلى الله، أي أن توجهك واحد. كلنا خلقنا لتوجه واحد، عندنا توجه واحد فقط. وفي ناس خلقت لنفسها 600 إله وهي تقول ليش أنا مسلمة، جعلت لنفسها 600 إله. يعني الله تعالى في الأصل خلقنا فأقم وجهك للدين. ما هو الدين؟ الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. فمو قال هنا فأقم ويش؟ وجهك. ماذا يعني فأقم وجهك؟ يعني أنت توجهك فقط لمن؟ لله، لا تعبد إلا الله، يعني قلبك متصل الأصل مع الله. إذن أنت في صلاة، الأصل أنت في صلة مع الله ومتوجه له وحده لا لغيره، أنت مخلوق كذا. هذا معناته الإسلام.
أي أشهد أن لا إله إلا الله بس. هل معي أنتم الآن؟ صار في قطع، صار في قطع. حد جالس يحاول يخرب علينا الجلسة. يلا نكمل الحديث. يوم بدأ الكلام يحمى ويصير يعني غاوي، انقطع. أفا الحمد لله أنكم معنا، الحمد لله. طيب إذا نكمل. إذا الإسلام قلنا ماله؟ أنا اليوم ما باكم تتبرضوا لي شوية وتطولوا بالكم، صدقوني النتائج ستصدمكم. الإسلام يعني اتصال، يعني أنا متصل بالله، أنت بالفطرة متصل بالله. فالعبادة استثنى فالعبادة ماذا تعني؟ ليعبدون، يعني إيش ليعبدون؟ يعني ليتصلون، يعني ليبقوا على اتصال. بالضبط، ليبقوا على صلة. أيوة، ما ذاك الكلام بقلتوه؟ يبقوا على صلة، لأن الله تعالى قال إنه فطرة، والفطرة هي الإسلام، وفي نفس الوقت قال فأقم وجهك للدين، وفي آية أخرى قال لله تعالى، ما شفتها عقب، سمحيني يوم قلت اتصال حبيبتي رقية ما شفتها، السموحة منكم. أنا شفت كلام واجد ما شفت الاتصال، أعتذر منكم. إذن هما الاتصال، أحسنتم. وبو كل واحدة جاوبت الاتصال هي شطورة وفطرتها أجابت، وهي شطورة شطورة شطورة. ربي يبارك فيكم. طيب الشيء الثاني، الشيء الثاني قلنا إنه الدين عند الله الإسلام. إذن الإسلام هو نفس الدين، والدين الله تعالى قال هو الفطرة، والفطرة يعني صلة، الصلة يعني الإنسان مخلوق وهو متصل. تذكروا يا جماعة التدبر لما قلنا الرحمن؟ تذكروا جماعة التدبر؟ أيوة. ولما أيضا تأملنا في وتدبرنا في سورة الرحمن، أيوة، شفتوا كيف؟ عرفتوا الآن؟ شوية تبدأ تتضح الصور أكثر وأكثر. المسلم هو الذي لا ينكر، نعم، هو الذي لا ينكر ماله فطرته، لا ينكر فطرته. إذن اللي ينكر الفطرة مو يسمى أيوة مو يسمى كافر، مرتد، جاحد، كافر، ملحد، كافر. أنا مو قايلة حال بو حاضرات معي المحاضرة، النور كنتي معانا في المحاضرة أنتي؟ مو قايلة أنا؟ مو قايلة أبو حاضرات المحاضرة معي ما يتكلمن؟ تو أجي هناك وأدخل يدي ومسك شنتي النور ومن غير هذيك أبو قايلة؟ نوب أبو مجاوبة؟ أصير أدخل تو يدي وخليك أنت وتسوي اللي عاش على حسابك. عقاب. قايلت لك ما تخربن، بايا شوف الإجابات، صاتو أنت عارفات الإجابة. انتن عارفات وإحنا باغيين الناس بما عارفة. عموما هن جاوبا الإجابة. من لا أو من يقطع هذه الصلة قطعها يسمى ملحد، ويسمى مجرم، يعني ما يسمى كافر، مو يسمى حبيباتي. أيوة، مجرم ملحد. واحدة تقول لي من هين جبتي هذا الكلام؟ ما يسمى كافر، يسمى مجرم. ماذا يسمى يا حلوين؟ ما كافر اسمه، اسمه مجرم. من الكافر؟ الكافر شيء ثاني، صبرا أتكتشفن مصيبة، صبرا انتظروا شوية. أنا قايت لكم إنها محاضرة من العيار الثقيل. ليش مجرم؟ هنعرف. إذن الإسلام يا حبيباتي، بلى من أسلم وجهه لله
يعني توجهه، اتصاله، اعترافه، يعترف بأن الله هو المعبود فقط، والمجرم هو الذي يقطع هذه العلاقة بينه وبين الله ولا يعترف بها، يقول ما في خالق، لا يوجد خالق، أجرم في حق نفسه وأجرم، أي قطع العلاقة بينه بهذا الإنكار. لا، ما اللي انتهك؟ اللي قطع، ليس الذي انتهك، الانتهاك شيء ثاني، ومن قطع العلاقة يعني اللي قال لا يوجد إله، يعني اللي كذب، من كذب بوجود الله هو هذا إيش؟ المجرم. طيب الكافر من؟ هنعرف من الكافر. أيوة، شفتوا كيف؟ شكرا أثير. أثير، بدأت الآيات تظهر صح؟ إذن ماذا فعلوا؟ كذبوا، صح ولا لا؟ كذبوا بالله وقالوا ما في إله، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ما قال الكافرين؟ ترى أنا أقول لكم صبروا صدمات، انتظروا الصدمة، الصدمة الثانية، صبرا صبرا، شوي شوي عليكم، بخذكم بالهداوة، وطولوا بالكم اليوم لأنه ممكن نخلص الساعة 10. تلك جهنم التي يكذب بها المجرمين. ممتازة، حلوة، أنت رائعة. بدأت الآيات تطلع، شوفوا الآيات، الآيات تطلع، بدأت. أيوة، الحمد لله، شكرا لك زهرة، على الأقل نحن نعترف أن الله واحد أحد، يعني شوية شكرا للناس اللي عندها نظرة تفاؤلية ونظرة جميلة، لأنه إحنا نريد أن نعزز حقيقة. أيوة، كذب أو كذب بآياته، بدأت تطلع الآيات، جميل، يلا نكمل. اتفقنا أن المسلم هو المتصل بالله اللي أصلا يولد على الفطرة، اتفقنا عند النقطة؟ ممتاز، يلا اللي بعده. إذن الإسلام تعني أن الإنسان خلق وهو متصل بالله فطريا، هذا معناته أنت مسلم، تولد مسلم، أي أنت مولود وقلبك متوجه لله، فطرتك، النفس البشرية مالك تتوجه إلى الله، توجهها إلى الله. فاللي يجي يقول لا ما في إله، اعرف أنه قطع الصلاة. وقال ما بس قال ما في إله، قال شيء ثاني، ولو كره المجرم. طيب، الإسلام جاية من كلمة تسليم، وإيش يعني الإسلام؟ الإسلام قلنا يعني التسليم لله، يعني الاتصال بالله، صح؟ بعد شيء ثاني، الإسلام أيضا يعني أن نعمل عملا صالحا. الإسلام يعني أنه أؤمن باليوم الآخر، ولو تلاحظا يعني ما أكذب، يعني في نهاية، أنه هذه الحياة اللي أنا فيها فيها نهاية. بل كل الصورة بتوضح حبيبتي أم إياد. أيوة، ترى تتغير، لكن إيش اللي يتغير؟ إيش اللي تتغير؟ الفطرة؟ يعني كيف تتغير الفطرة؟ بني الإسلام على خمس. أيوة أيوة، وأريدكم تراجعوا شوية هذا الحديث 100 مرة، راجع عنه، هل هذا الحديث صحيح؟ راجعوا تفكروا فيه. إذن الإسلام هو الاتصال بالله والقيام بالأعمال الصالحة، وبنشوف من هين جبت هذا الكلام، من هين جبت هذا الكلام. والأمر الثالث الإيمان باليوم الآخر، يعني فيه يوم هنحاسب فيه. ولذلك الملحد، ماذا يقول الملحد أو المجرم؟ مو يقول ما فيه إله وما فيه بعث وماشي عقاب، يقول خلاص إذا متنا خلاص انتهى. أيوة، إذن هذا هو المجرم، ينكر الآخرة،
وعايش على هواه، ما عنده أعمال صالحات. وإذا عمل عمل صالح عشان مصلحته ما عشان الله سبحانه وتعالى. أيوة، لا يؤمنون بيوم القيامة، هذا هم المجرمين. حد هنا ما يؤمن بيوم القيامة والعياذ بالله؟ حد يتجرأ يقول أنا ما أؤمن بالبعث؟ أبدا، كلنا نؤمن أن الله واحد أحد ونسلم له، وكلنا حبيت هاعة، وكلنا ماله. أيوة، توبة نشوف، ترى توبة نشوف. وكلنا أيضا نؤمن بالبعث، هذا متفقين عليه، كلنا متوجهين إلى الله وعارفين أنه في يوم حساب، هذا ما نناقش فيه. نناقش في ويش؟ في الأعمال. ليش الله تعالى جعل الأعمال؟ تعالوا وش نشوف الإسلام. الله تعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويا ريت يا ريت الناس اللي عشان ما أشرح كلمة هدى للمتقين بتلقيوا فيه محاضرة كاملة عن هدى للمتقين في اليوتيوب، اللي حاب يستوضح أكثر. لكن بتلاحظوا أنهم ماله، الذين يؤمنون بالغيب. هذا من هو الغيب؟ الله سبحانه وتعالى. نحن لا نعرف الله تعالى سوى أنه الله، سوى أنه في فطرتنا. هنقول كنتو إيش الفرق، ما تستعجلن. وأيضا يقيمون الصلاة، لو بنجي على الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، أي لهم أعمال صالحات. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني كل الرسالات، كل الرسالات مالها جاءت بنفس أيوة، اللي هي عشان ويش؟ إن نكون ماذا؟ متصلين، نكون متصلين. ممتاز، أولئك على هدى من ربهم. إذن كل الرسالات، إذن المسلم هذا هو. طيب تعالوا نشوف شيء آخر. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن أي يعمل ويحسن، ما له فله أجره عند ربه، فله أجره عند ربه. وبنشوف إيش علاقة ذا كله بالصلاة، بنشوف مو علاقته ذا الكلام كله بالصلاة. حمود خافي حبيبتي، صبري بعدنا ما خلصنا. حمود تتخايف، قاني نوم وخايفة أنا. شوف التسجيل، نزيل بعدين في تسجيل. طيب لو أنكرنا ذي الثلاثة أشياء، إيش اللي يصير؟ نكون ماذا؟ مجرمين. إذا ما اتصلت بالله، وإذا ما كان لي عمل صالح مرتبط بالله، وإذا ما آمنت باليوم الآخر، إذا مستويت أنا مجرمة. إذا اجتمعت عندي دي الثلاثة أشياء أنا مجرمة. لا أؤمن بالله، ما إلي أعمال صالحة، وفي ناس إلهم أعمال صالحة لكن ما مؤمن، يعني ما متجهين إلى الله، وفي ناس مالها لا تؤمن. فلذلك قال الله تعالى عنهم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا المجرم، لا صدق وجعل الله أعمالهم هباء منثورا. لذلك يا حلوة، لذلك يا حلوة، الله تعالى قال وعلمنا إنه الإنسان عشان يعمل عمل ويكون ذا العمل له قيمة لابد أن تكون له نية. وأين تكون النية؟ لمن؟ لمن؟ لمن النية يا حلوين؟ لله. لماذا؟ لأن إذا ما سويتها لله أعتبر قاطعة. عرفتوا الآن ليش مهمة النية يا حلوات؟ الناس اللي ما تستحضر النية، أيوة، ومن قطع صلته بالله وليس له أعمال صالحة وكذب بالآخرة هو مجرم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟
مو مصيبتهم المجرمين، مو مصيبتهم، مالهم المجرمين؟ والمجرمين عندنا نوعين، المجرم من ثبتت جريمته، المجرم اللي قطع الصلة، المجرم من قطع الصلة، نسميها أجرام أي قطع، والأجرام السماوية لأن الكون كان كونا واحدا ثم ماله، ثم تقطع فأصبحت اللي هي الأجرام السماوية اللي نعرفها بمختلف أنواعها. طيب، أنواع المجرمين، في مجرم عقائديا أو خلينا نقول مجرم فطريا، وفي مجرم اجتماعيا. من المجرم اجتماعيا؟ اللي يعيش معنا ويسوي جريمة، يقتل، يزني، إيش يسوي، يسرق، هذا إيش عقابه؟ اللي يقتل يقتل حسب القانون، حسب الشريعة، حسب الحدود. ممتاز، هذا اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقيمه في الأرض. طيب، والشيء الثاني، لكن ما أمرنا أن نحكم على أحد ها عقائديا. يعني الله تعالى أمرنا أن نحكم بين الناس، واحكم بين الناس لتحكم بين الناس. يعني الله تعالى أمر الأنبياء أن يحكموا بين الناس، يأخذوا القرآن لأنه فيه قواعد وأحكام وشرائع عشان تحكموا بين الناس، ما عشان تحكموا على الناس. نحكم بين الناس، أيوة، واحكم بينهم بالعدل وفق ويش؟ أفعالهم. أجرم في حق المجتمع يعاقب. طيب، في حق الله، في حق الله، الله تعالى يتولاهم. المجرم يساق إلى جهنم وردا، المجرم الله تولاه، يومئذ لا يسأل المجرمين ماذا عن ذنوبهم، على طول سيدة دايركت، مش نقاش. ليش ما يسأل عن ذنبه؟ ليش ما يسأل؟ ترى هو مقطع من البداية العلاقة، قطع العلاقة، قطعها تقطيع، أيوة. فإيش الفايدة؟ ترى إذا كانت صلته، صلاته وصلته بالله مقطوعة، ولذلك ماذا قيل لنا في السنة؟ أول ما يسأل عنه المرء ماذا؟ ماذا؟ صلاته. هل يقصد الصلاة، الصلاة هذه اللي هي الركوع والسجود؟ لا، أيوة، يقصد ماذا يا حلوات؟ صلته بالله. عرفتوا الآن؟ فمن صلحت صلته بالله صلحت باقي أعماله. وضحت الصورة؟ هي الصلة بالله، هذه صدمة رقم 2 ولا صدمة رقم 10؟ يا الله، هنشوف أشياء حلوة، صبروا، نازلنا بعدنا، بعدنا أقول لحنا في البداية. يا داود، يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، فاحكم بين الناس. يعني أنت ما مطلوب منك، ما مطلوب منك تحكم على الناس، ولكن بين الناس بما إيش؟ بالحق. وين الحق؟ الحق ما أنزله الحق، ما الحق هواي، بالحق. وما الحق؟ نعم حبيبتي محفوظة، نعم. طيب، إذن الذي سيسأل عنه الإنسان صلته بالله. أنت كيف صلتك بالله؟ كيف هي صلتك بالله؟ طيب، ما تستعجلوا، الكلام ما خلص، ويا ريت اللي باقي معي ما يخرج قبل ما يعرف النهاية، وأنا جالسة معكم اليوم لما نخلص الموضوع. أنا آسفة لأنه أطول، بس إحنا نريد شوية كذا نكون، يعني ما أنا خبرتش السومة إنها اليوم يعني جلسة من العيار الثقيل. لا حبيبتي، ما قلت ما نتوجه للقبلة، انتظري انتظري انتظري، ما تستعجلي. ليش أنا قلت ليش انتظري؟ ما تأخذي نص الكلام وتروح تنامي، أوعديني أنك تكملي
التسجيل بعدين، ما تاخذي نص الكلام ونص الكلام ما تسمعيه وتخرجي من هنا بفهم مبتور، انا غير مسؤوله. ان نخرج بفهم مبتور انا غير مسؤوله، انا جالسه اناقش نقطه 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 لحد ما نوصل الى موضوع الصلاه. ايوه جزاك الله خير حبيبتي اثير. يلا شوفوا ماذا قال الله تعالى عن المجرمين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه. ثم قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ولو ترى إذ المجرمون. شوفوا هين هم الكافرون هنا في الموضوع، الكافرون اللي كفروا بشيء. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، عشان تعرفوا مو يعني الكفر ومو يعني الإجرام. الإجرام هو قطع الصلة بالله، الإجرام هو أن تقطع صلتك بالله. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. واحدة تقول كيف يعني سيماهم؟ ينعرفوا على طول، ينعرفوا على طول. كيف ينعرفوا؟ لأنه تجيهم ويش؟ نزقة. أي نور تجيهم نزقة. ليش؟ لأنهم كانوا مكذبين، قالوا ما في يوم آخرة، صح؟ لكن هم هذا لو ويش تجيهم؟ أتجيهم نزقة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. سيدة دايركت، ماشي نقاش، عشان كذا تجيهم نزقة. ماشي حساب، ماشي محاسبة، ماشي نسألك كيف سويت ما سويت، إيش عملت ما عملت، ما فيه. ليش؟ لأنه أنت قاطع لصلتك بالله، أنت ملحد، ولذلك خطيرة خطيرة. لو يعرف الملحدون ما يفعلون بأنفسهم والله لرجعوا. خطيرة. لا طبعا إذا تابوا تابوا، أكيد الله تعالى يتوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هي بو يتوب، لكن بو يعيش ويموت على الـ على الـ على الإنكار وقطع الصلة وعلى الإلحاد، والنتيجة واحدة بدون نقاش. أيوة إيش قال؟ ما سلككم في سقر؟ قال ويش؟ لم نكن من المصلين، يعني ما كنا نتصل بالله، وبعد لم نكن نطعم المسكين، ما إلنا أعمال صالحة، ما إلنا أعمال صالحة، كنا نخوض مع من؟ مع الخائضين. الله الله الله، كذبتم ولم تصلوا الله، وبعدين وخضتوا مع الخائضين، يعني على كيفكم ماشيين. أيوة بدأت تطلع الآيات، يا روح انفتح عن هالآيات. وكنا نكذب بيوم الدين، يا سلام عليكم. طلعت لكم الآيات ولا ما طلعت لكم؟ ها وحدها دايرك تطلع الآيات. وأنا قالت لكم إنه أي كلمة تنقال، لأن الله تعالى قال علمه البيان، يعني الكلمة هتجي الآية هتنزل في قلبش أوتوماتيك، ما يحتاج تكوني أصلا من جهابذة اللغة ولا من معرف هناك المخضرمين، شعراء المخضرمين ولا معرف مو يكونوا، ما محتاجين. هذا شيء بسيط موجود في فطرتنا أصلا، ما يحتاج، ما في خلاف. إذن التسليم، رجعنا، التسليم هو إنه أن تكون على صلة، وتكون على صلة أي أنك تتبع أوامر الله، ثم تتبع الأوامر، طبعا أوامر أو بمعنى صح تتوجه إلى الله، ثم تتبع أوامره، ثم رقم ثلاثة ها تؤمن باليوم الآخر، إنه في بعث، إنه أنا هتحاسب، وهذا يخليني حريصة ما أي عمل. طيب أنا بسأل سؤال الآن، بناخذ بريك، سؤال عشان شوية نخفف التوتر. كيف أموركم؟ طمنوني عليكم حتى الآن، أبطمن. طيب ممتاز، حبيت الناس
المثابرة. أي الحمد لله. طيب أسألكم سؤال، لو في شخص قال لي أنت تحب تكون معنا، قال أيوة تحب تكون في جماعتنا، قال أيوة، طيب مو شروط أنك تكون في جماعتنا؟ هنجاوب عليها، مو شرط تلتزم بويش بالأوامر. ممتاز أثير، نلتزم بالأوامر. إذن تحب تكون متصل بالله؟ إذن الله تعالى عنده أوامر، مستعد تنفذها؟ أيوة، لأن الله تعالى مو قال أنت ما تقول إنه أنا متصل بالله. إنزين، إذا متصل بالله وإيش؟ إيش المفروض تسوي؟ تلتزم بكلامه. ولذلك حتى الزوجة لما زوجها يقولها أنا يا بنت الحلال أحب أشقاتله، وش الدليل؟ صح ولا لا؟ تبى دليل. إذا أنت إيش دليلش إنش أنت متصلة بالله؟ ما دليلك أنك متصلة بالله؟ أقيم ماذا؟ أقيم ماذا؟ الصلاة. طب من وين جبت هذا الكلام؟ الله تعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ها؟ يقيمون ماذا؟ الصلاة. يعني لازم دليل، لازم عمل، لازم عمل تقوم به، لازم عمل. مو هو ذا العمل اللي هي أوامر الله تعالى اللي يأمر بها. إذن عشان تكون يا عبدي أو يا عبادي تكونوا متصلين فيني، خليكم واش متبعين أوامري. أنا راح أعطيكم تكاليف، طيب هذه التكاليف يا عبادي هتكون عكس الخصائص اللي أنت تتصف فيها. تحدي، يعني وحدة تبى تقيس، يعني ولله المثل الأعلى، بس أنا أعطيكم إياها عشان توضح المعنى. وحدة تريد تقيس غلاوتها عند زوجها، مو تسوي قل له أنت ما تقول إنه أنا يعني مسمو، ما تقول إنه أنا واجد مهمة، طيب جيب لي الحاجة الفلانية، ممكن وما يقدر يجيبها، ولو صح مهمة ما يسوي، يفترض ماله. أيوة ينفذ، لكن شوفوا كرم الله سبحانه وتعالى، يعمل المستحيل. لكن الله تعالى مو قال يجيب لها الغرض، وإذا ما جاب لها مو قالت هذا ما يحبني، هذا جحود على فكرة، لأن الله تعالى لا يمرها بهذه الطريقة. لماذا؟ الله تعالى مو قالنا، قال اتبعوني صح؟ قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صح؟ لكن أيضا مو قالنا، قال واتقوا الله ما استطعتم، يعني كلنا ما متشابهين. يعني في ناس تعبد الله تقيم الليل تصلي صلاة الليل، بس في ناس ما تقدر تصلي صلاة الليل، هل معناتها أنها ما تحب الله؟ طيب هي تصلي الصلوات الخمس، هذه قدرتها. فلذلك هم رتب، هم رتب. في ناس لهم من أعمال الخير كل يوم عندهم أعمال خير، وفي ناس لا، فدرجات، كل على حسب استطاعته. الله تعالى يقول واتقوا الله ما استطعتم، يعني الله تعالى حتى في قاعدة كذا جميلة يقول لك إذا أمرت أن تطاع فأمر بما يستطاع، هذه قاعدة، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. يعني ما في وحدة تقول حال زوجها، وهي عارفة مثلا، هي عارفة مثلا أن زوجها فقير، تروح تقول له
إذا صح تحبني جيب لي مرسيدس، بنت الحلال من هنا جيب لش. كيف أثبت لش تو أنا؟ الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهي مصرعة قبل أنت ما تحبني، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بنت الحلال ما كذا قاتل ما يحبني. إذا ما عندي فقير ما عندي. لذلك الله تعالى ماذا يقول؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. خففوا عن نفسكم، خففوا عن نفسكم. بعض الناس تعيش عيشة الخوف لدرجة الألم، لدرجة أنها تترك العبادات وهي ما عارفة أن الله تعالى يقبل منها القليل الدائم، يقبل منها القليل الدائم، بس تخلص فيه لله. يعني تكون نيتها أن هي تبقى متصلة بالله. وأصلا من يحب الله سيكثر من غير ما حد. شوف أنا عن مو أتكلم ونعيمة باغية عوين خاتم، زي الرجال ما عنده حال خاتم، موتوا بعد إلا مصرة. طيب يتسلف، شوفوا كيف قلنا من إيش. هنا إحنا نتكلم عن إن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. طبعا إحنا هنا نشبه، لكن الله تعالى ماذا يأمرنا؟ إنه بالاستطاعة. يعني معقولة إنسانة، إنسانة شوفوا إنسانة عندها دوام الساعة 6، عندها دوام الساعة 6، عندها طفل صغير تو مولود ود أشهر، إنزين إذا ما قامت الليل قلنا لها ويش؟ أنت ما تحب الله، استغفر الله العظيم. كيف حكمنا عليها؟ قلنا لها أنت ما من أهل الله. طيب أنا أعمل، أتوجه إلى عملي من أجل الله، أعمل من أجل الله وأربي أبنائي لأجل الله، فحكمنا على الناس. ونفس الشيء في ناس ها ترائي ترائي وعلى بالها أنه كيا يعني لها من الأعمال الكثيرات، ولكن أصلا النية ما موجودة. نية هي تقوم كل حين، ما تقوم تصلي، تقوم ماذا اسمه، تقوم تراعي الطفل، لكن لله، تربيه لله، فإذا هي ذاكرة لله. فكل عمل كل عمل صالح ها كل أيوه من عمل صالحا فلنفسه. فإذا كل عمل صالح تعملينه، تربية أبنائك، تذهبين إلى العمل، تغسلين المواعين، ما أعرف مو تسوي أي عمل صالح تريدين به ها ذكر الله، لازم النية، لازم النية. لكن إذا ما حط النية سموحة منش، جعلنا ما عمل ويش هباء منثورا. لذلك عرفي أهمية النية من اليوم وهو مؤمن. قالوا كلمة إيش؟ وهو مؤمن، مو يعني، يعني لازم النية موجودة. طيب من ضمن الأعمال اللي الله سبحانه وتعالى أقرها لنا اللي هي الصلاة، من الأعمال الصلاة. طيب قبل ما نتكلم عن الصلاة بعدنا في نقطة، لاحظوا الله تعالى الإسلام جاء في زمن النبي إبراهيم وأعطاه تكاليف في صحف إبراهيم، الإسلام في زمن النبي عيسى أعطاه الإنجيل في تعاليم. ليش التعاليم؟ التعاليم اللي هي التكاليف، أنت تقول أنك متصل بي، أنت تقول أنك تؤمن بي ومسلم لي، وتقول أنك أنت متوجه لي، نفذ تعاليمي. فلكل لكل لكل ماذا؟ لكل قوم هناك شعائر وشريعة، شريعة وشعائر. لكن الأصل ماذا؟ الأصل ماذا؟ الاتصال واحد، كلها لله. لكن ما الذي يختلف؟ إذن الدين، الدين عند الله واش؟ الإسلام. والاتصال كلنا متوجهين لله، لكن من قوم إلى قوم الشرائع تختلف. فهناك اليهودية، وهناك المسيحية، وهناك من، وهناك من، وهناك من، من حنو، حنو من، إحنا من أي قوم إحنا؟ إذا الإسلام كلهم إحنا من؟ لا، هذا مذهب حبيبتي، إحنا المؤمنين
جزاك الله خير، نحن المؤمنين. ولذلك بتلقي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. إذن الإسلام موجود، إحنا قلنا من البداية، لكن إن الذين آمنوا من يعني؟ أيوة آمنوا توبة، قولش في كل ملة شيء مؤمن، فنحن المؤمن. إن الذين آمنوا والذين هادوا ها والنصارى والصابئين، من آمن بالله، شوفوا كلهم المؤمنين، انتوا يا جماعة، نعم انتوا يا جماعة، بس بخبركم درجات الإيمان الآن، وبخبركم من الكافر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ها والصابئين، ما لهم ذيلا؟ من آمن بالله واليوم الآخر، ما له بعدين؟ وعمل صالحا. إذا من كل الأقوام، صح ولا لا؟ نعم. ويعني تو المؤمنين، ما شيء تو مؤمنين يحرفون. الله تعالى قال هذه الآية، هذاك اليهود الثانيين اللي محرفين، ترى في فئة، يعني شوفوا في يهود حرفوا، وفي مسلمين حرفوا، وفي ماله، وفي نصارى حرفوا، لكن في من النصارى ومن اليهود ومن الصابئين ومن المسلمين، احنا مالهم؟ من آمن يعني اتصل بالله وآمن بيوم الآخرة، وماله؟ وعامل صالحا، وعامل صالحا. طيب ايش هي الأعمال الصالحة؟ شايفين انا حطيت لكم اياها باللون الأحمر، بغض النظر عن الشريعة، عامل صالحا بغض النظر عن الشريعة. طيب لكن ايش اللي حصل؟ عشان بس نتكلم بغض النظر عن الشريعة، لانه هذه اللي تكلم عن الشريعة هذه واجد خطيرة. لا، الله تعالى جمع الشرائع كلها ونسخ ما لا يناسب، يعني شال الأشياء اللي لا تناسبنا، من ضمنها مثلا زواج الأختين ما ينفع، زواج الأختين ما ينفع، كان سابقا ينفع، صح ولا لا؟ فالله تعالى أزال من الشرائع ما لا تناسبنا الآن، ووضع لنا الشريعة خلاص، جاب الشرائع القديمة، ما أنزل من قبلك وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الله تعالى جمعها لنا سابقا، ثم ماذا؟ أعطانا إياها في اللي هي التعاليم وحده. يفترض كل اللي كانوا تبع الشرائع القبلية يؤمنوا بالقرآن، سيدنا يعقوب عليه السلام متزوج أختين، تزوج أختين، الأخت الكبيرة والأخت الصغيرة، والأخت الصغيرة توفت اللي هي أم النبي يوسف، ترى احنا قلنا الشرائع هذه تكاليف، هذه هي تكاليف. ارجعي للآية حبيبتي، والسير والشرائع هذه ارجعي لها، ارجعي أيضا للكتب السابقة، ارجعي للكتب السابقة، ما مشكلة أم مريم، ارجعي للكتب السابقة. شوفوا أنا أقول لكم حاجة، الشيء الذي لا يحرف، لا يحرف هو ماذا؟ الشيء اللي لا يحرف ماذا؟ الإسلام، الإسلام، الفطرة. ما الذي تعرض للتحريف؟ ما الذي تعرض للتحريف؟ الأوامر، الأوامر، أيوة هي اللي تعرضت للتحريف. الكتب اللي جات فيها ويش؟ الأوامر.
فهم غيروا ولعبوا بالأوامر، سووها على حسب مزاجهم ولعبوا فيها على حسب مزاجهم، حطوا اللي يناسبهم واللي ما يناسبهم شالوه، وزادوا وضافوا وغيروا، وكل واحد كتب على حسب كيفه، واشتروا بها ثمنا قليلا. وفي ناس من أهل القرآن يفعلون ذلك أيضا، يتلاعبون. طيب، إذن الإيمان غير الإسلام، الإيمان غير الإسلام، يعني الإنجيل والتوراة لم يحرف، ولكن يمكن هم جابوا كتب أخرى حرفوا فيها، الله أعلم فيهم. هذا أنا ما أقدر أجاوبش فيه، لأنه أنا ما عندي دليل، لا أستطيع أن أفتي بشيء لا دليل لي فيه. اللي أعرفه إنهم هم إن الرسالات رفعت، وهم بدأوا يكتبون على حسب كيفهم، الرسائل السابقة رفعت ثم أنزل الله القرآن، ففي أشياء وفي أمور نعم صار في تحريف، هذه وحدها الآية، هذه وحدها يحتاج لها جلسة، إنا نحن نزلنا الذكر. إذن ما الإيمان؟ الإيمان تصديق، يعني إذا أنا أسلم لله أتبع الأوامر، إذن هذا الإيمان. الإيمان يعني الشعائر، تنفيذ الشعائر، تنفيذ الشعائر، الإيمان تنفيذ الشعائر. ما الشعائر التي أمرنا بها؟ موجودة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وشيء غير، من تذكر لي من الشعائر؟ الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، الحج، الصدقة، إذن ذي كلها شعائر كانت موجودة، الشعائر هذه كانت موجودة، الإنفاق، الأمر بالمعروف، الدعاء، الكلمة الطيبة، هذه كلها كانت موجودة. أيوة، مقيمين الصلاة وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، هذه كلها مالها، إصلاح ذات البين، هذه كلها مالها شعائر الإيمان، شعائر الإيمان. ولذلك من آمن يعمل. إذن الإيمان تصديق، أنت مسلم، تقول إنك مسلم، إذن اعمل بما أمر الله. ولذلك جاءت التكاليف مخالفة لفطرة الإنسان. نعم، الإيمان تصديق وعمل، بالضبط. أيوة، الإيمان تصديق والإسلام فطرة. تريد تصدق الفطرة؟ آمن. ولذلك جاءت التكاليف مالها مخالفة الفطرة. أعطيكم مثال بسيط، وتحبون المال حبا جما، هذه الفطرة، تمام؟ ثم قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ماله مما تحبون. أيوة، شفتوا كيف؟ إذا انت صح، صادق ومتقي وتتقي وتتصل، خالف هواك حتى تتصل، بالضبط، لتسمو إلى الله، لتبقى في اتصال. أيوة، لتبقى في اتصال. طيب، من ضمن الشعائر ماذا؟ الصلاة. إذن وش وظيفة الأنبياء؟ الرسل، وش وظائفهم الرسل؟ لاحظوا، في رسل وفي نبي، ما وظيفة الرسل؟ أنا لا أتكلم عن الأنبياء الآن، ما وظيفة الرسل؟
تبليغ الرسالة. أيوة طيب يلا، تبليغ الرسالة، ممتاز. التبليغ، هل التبليغ، طيب الله تعالى نزل الكتاب، كان نزل وما في داعي حد يبلغنا، إيش الفائدة في التبليغ؟ إيش فائدة الرسل وجودهم؟ نموذج، نموذج ماله؟ عملي. ليش عملي؟ ليش عملي؟ أيوة، حتى يوضح لنا أن هذه الشعائر لها طرق تؤدى. هذا معناته يا جماعة الصلاة كانت موجودة من قبل. واحدة تقول لي مو الدليل أنها موجودة من قبل الصلاة؟ أيوة، لأنه إذا أنا تركت بس الكتاب وحده بدون شرح، كل واحد يشرح على كيفه، صح؟ يعني مثلا تخيلوا أنتوا في المدرسة، في المدرسة أنا عندي المدرسة الطلاب قلت لهم خذوا الكتب وتعالوا امتحنوا بعد شهر، هيفلحوا؟ خاصة المواد العلمية؟ لا، بيقول ما سويت هالتجربة، أنا ما أعرف كيف تتسوى، صح ولا لا؟ فإذا وفائدة الأنبياء تطبيق عملي. طيب واحدة تقول لي زين تو وانتي تقولي إن الصلاة تطبيق عملي، صح؟ الصلاة تطبيق عملي، ويعني لازم، لازم فيه معلمين يعلمونا اللي هم الرسل، يعلمونا كيف تؤدي. من يخبرهم كيف يعلمونا؟ من يخبرهم؟ الله تعالى. عن طريق من؟ عن طريق من؟ بالوحي، عن طريق جبريل. أليس جبريل هو الواسطة والوحي بين الأنبياء وبين الرسل وبين الله تعالى؟ أيوة. إذن من الذي علم الأنبياء أو من الذي علم الرسل كيف تؤدى الصلاة؟ جبريل عليه السلام. طبعا هي وحي من الله، أيوة، عن طريق الوحي جبريل بالضبط. طيب أنا قلت، سألت سؤال جميل وقلت معناته أن الصلاة أصلا موجودة من متى؟ من متى موجودة الصلاة؟ من أيام ماله؟ نبينا نوح. لأن الرسالة بدأت أول شيء، لحظة، الرسالة بدأت لأنه تبليغ، التبليغ والتعليم نبي الله آدم، الله تعالى علمه نبي الله آدم لأنه ما في قوم، لكن أول من أرسل كرسول نوح عليه السلام. النبي آدم نبي وليس رسول، الرسول مطلوب منه تبليغ الرسالة، تعليم الرسالة، مهمته التبليغ. نعم، الرسول مهمته التبليغ، والنبي، النبي هو إنسان معصوم من الخطأ، إنسان معصوم من الخطأ، ويمكن أن يكون النبي رسولا، لكن ما ممكن الرسول يكون نبي. يمكن أن يكون النبي رسول، لكن ما ممكن الرسول يكون نبي. ليش؟ ليش؟ جميل السؤال. موسى أخطأ، الأنبياء لا يخطئون، لكن موسى أخطأ، لأن موسى له مهمتين، له مهمتين. الأنبياء هم اللي معصومين لك الرسل؟ لا. أيوة، لكن التبليغ، هو بشر في النهاية، هو بشر، هو بشر،
حتى آدم، نعم صحيح، ويونس أخطأ، عذرا العكس، العكس أنا غلط، العكس العكس، النبي يخطأ. لكن ما فائدة النبي إذا ليش فرق؟ أعتذر أعتذر أعتذر. الرسول هو الذي لا يخطئ، لأن الرسول يبلغ الرسالة، الرسول يبلغ الرسالة. لكن الأنبياء هل وظيفتهم تبليغ؟ لا لا. طيب إيش الفرق بين النبي والرسول؟ نعم ما الفرق؟ ما الفرق؟ زين قولوا لي انتم ما الفرق؟ الرسول تبليغ، له رسالة يبدأ أن يبلغها، وبالتالي يوحى له فلا يخطئ. لكن من الذي يخطئ؟ الأنبياء ممكن يخطئوا، نعم. أها، الذين أعطوا ماله، كل رسول لازم يكون نبي، نعم. زين أنا هذا الموضوع ما زلت قلت لكم أنا ما زلت يعني ما واجد متبحرة فيه، فمن الأدب أن لا أخوض فيه. زين من الأدب أن لا أخوض فيه، يعني أنا أنسحب من هذا الجدال حتى ما أكون أخوض في شيء يعني ليس لي فيه بعده، ما أجاوبكم عن شيء أنا ما عندي علم فيه. زين عشان ما نخرج عن الموضوع، لعلي في يوم آخر إن شاء الله أجلس فيه وأتبحث، تمام، عشان ما نخرج أيضا وما أقولكم شيء ثم أحاسب عليه، أحاسب عليه عند الله. فخلونا الآن، ما هي ذي قضيتنا؟ ما هي ذي قضيتنا؟ الآن قضيتنا هي ماذا؟ أن الإيمان هو إيش؟ أعمال. الإيمان أعمال، أن تؤمن بالأعمال يعني أن تؤدي الأعمال. طيب إذا ما أديتها تكون ماذا؟ ماذا نسميك؟ كافر. عرفت الآن؟ إذن عكس المؤمن ماله؟ إذن الذي لا لا، احنا قلنا عكس المسلم مجرم، وعكس المؤمن كافر. المؤمن هو الذي يؤدي العبادات أو الشعائر، الذي لا يؤديها أيوة يعتبر كافر، كفر بها. بالضبط بالضبط، يعرف التعاليم لكن لا يطبقها. بالضبط، شكرا لك أثير. طيب عشان بس باقي ربع ساعة فخلونا، أيوة، لأن هناك من يعرف التعاليم ولكنه لا ينكرها، يعرفها بس ما ينكرها، بس ما يسويها، وفي واحد لا ينكرها، فهنا درجات الكفر، هذه التعاليم درجات. يعني واحد يقول صح شيء صلاة بس ما بصلي، يعتبر كفر لأنه ما اتبع، لكن هو يعترف إنه في الله، هو يعترف إنه في الله. بس ما يؤدي الصلاة، إذا كفر في شعيرة الصلاة. كيف يحاسب؟ هذه علمها عند الله. بالضبط، الكفر يعني أنه لا يؤدي التشريعات كما أمر الله بها. أما المجرم هو الذي الحد، هذا أخطر، المجرم أخطر من الكافر. والكافر عاد كل واحد وكفره، هذه حكمها عند الله، لا نعلم حكمها، هذه هيكون في ميزان وهيكون في حساب وهيكون في محاسبة، وكل سيحاسب على حسب ما عمل. من ضمن الأعمال التي أمر الله تعالى أنبياءه أو رسله أن يبلغوها اللي هي الصلاة، فقال شوفوا شوفوا وين، شوفوا لاحظوا، إيه ترى هو التكبر،
التكبر يعني قطع العلاقة. وكان من الكافرين، استكبر، استكبر هنا عفوا، هو اعترف بالله لكنه ماله كفر ماذا؟ بما أمر الله. واضح أثير؟ أيوة، هو ما سجد، هو يعلم أن الله واحد أحد، لكنه عصى أمر الله، فإذا هو كفر. أيوة، هو ما اتبع أمر الله، فمن لا يتبع أمر الله كافر. الذي يقطع الصلة بينه وبين الله مجرم. يعني هذيلا حتى أشد من الشيطان، شفتوا كيف؟ حتى أشد من إبليس. المجرم أشد من إبليس، أسوأ، لأنه إبليس يعرف أن الله واحد أحد، يعرف، لكنه ما اتبع الأمر فكفر. أيوة، قل أطيعوا الله والرسول، في ماذا؟ في ماذا؟ في الأوامر، أيوة، التي بلغكم بها الرسل. من ضمن الأوامر قالنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقالنا ماذا؟ وأطيعوا الرسول. أيوة بالضبط، وأقيموا الصلاة. إذا من ضمن الأشياء اللي الله تعالى يعلمنا إياها ما هي؟ الرسل يعلمون إياها ما هي؟ أقيموا الصلاة. إذا من أراد الاتصال بالله أقام الصلاة. ولاحظوا الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، يعني باغي تتصل فيني أقم الصلاة، باغي تكون متصل. أيوة، ذكري يعني اتصال حتى تتصل بي. لذلك الناس اللي في الباي باي اللي ما يصليوا معناته صلتهم بالله مقطوعة. إذن التكاليف أصلا عشان تبقيك في اتصال، التكاليف فكرتها تبقيك في اتصال. قطعت التكاليف ما سويتها، أنت الآن كل واحد يأخذك في صوب، كل مرة فكرة تأخذك في صوب. فإذا من أراد ذكر الله، أيوة، الصلاة صلة تجعلك على صلة في الله. وضحت الفكرة الآن؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أيوة، التكاليف هي التي تبقيك. حتى الذكر يعتبر صلة. ترى على فكرة، على فكرة، حتى تعرفي بينش وبين قلبش لما تقولي يا رب، تعرفوا هذيك اللحظة اللي تقولي فيها يا رب، أنت تتصلي بالله. إذن كل توجه لله، نعم، هي اتصال بإذن الله تعالى. فكل عمل خير تريدين به وجه الله هو اتصال، أنت متصلة. كل عمل صالح، لأنه قال ها من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو ماله وهو مؤمن. من ضمن الأشياء اللي الله تعالى قالنا إنه إحنا نعملها أقيموا الصلاة، وقالنا لما تقيموا الصلاة خذوها من من الرسول، من الرسل. وقالنا والدليل على ذلك الآية في سورة النور الآية 56، إحنا قلنا هنشتغل بالآيات اليوم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. ثم قالنا ها قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني في عبادات لازم تطبق بشكل عملي، ما ينفع تقال بشكل نظري. ومن ضمنها ويش؟ أقيموا الصلاة. طيب معناته النبي إبراهيم كان يصلي؟ نعم كان يصلي. النبي عيسى كان يصلي؟ نعم كان يصلي. إن أنبياء كلهم كانوا يصلون؟ نعم، بنفس الصلاة. والدليل على ذلك واركعوا مع الراكعين، أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، يعني كانوا قبل يصلوا. نعم الإنسان المجرم، نعم طيب ليش الله تعالى يخلينا ليش الله تعالى يعطينا التكاليف؟ لماذا الله تعالى يعطينا تكاليف؟ ليش ما يخلينا وخلاص مسلمين وخلاص؟
ويقولنا بلاش تكاليف، ترى أنا مسلمة وأنا معترفة. أيوة، لأنه إحنا ننسى، لأنه إحنا نتأثر، فلا بد من ذكر. أيوة، فذكر، عرفتوا كيف تو؟ فذكر، لأنه الإنسان طبيعته ماله ينسى. يعني ما في واحدة تقول طيب أنا مسلمة أنا أعترف أن الله واحد، ما لازم أصلي. أوكي لا تصلي، لكن بعدين خلي الشيطان يلعب بك بعدين، وخلي هوى النفس يلعب بك، وخلي النفس تلعب بك أيضا. ليش؟ لأنه أنت فيك طبيعة، وش هي؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أيوة، يعني عزيمتك تفتر. الإنسان أحيانا يضعف، الإنسان ماله يضعف، فيحتاج ماله إلى من يقويه. وانت وش يقويك؟ نرجع لسورة الفاتحة. يلا، ما الذي يقويك؟ نرجع لسورة الفاتحة. ما الذي يقويك؟ إياك نعبد، يعني إياك نتصل، إياك نتصل، ها، وإياك ماذا؟ نستعين. يعني أنت محتاج إلى استعانة، صح؟ محتاج أدوات استعانة، صح ولا لا؟ عشان ويش؟ عشان تتحقق العبادة، عشان تستمر في عبادة. طيب مو هي أدوات الاستعانة؟ يلا، لا، أدوات الاستعانة قلناها سبق وذكرتها، واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. ليش ما قال بالصبر والزكاة؟ ليش ما قال بالصبر والحج؟ لا، الآن سؤال، فكروا فيه، فكروا، تفكر، تفكر يا جماعة. ليش ما قال؟ ما هي الزكاة نفس الشيء، ذكر، الزكاة ذكر. لأن كل العباد، كل العباد قادرين على أن يصلوا، ما محتاجة فلوس، ما محتاجة فلوس، صح ولا لا؟ الحج محتاج فلوس، هل كل الناس عندهم؟ هل كل الناس عندها فلوس تروح تحج؟ لا. أيوة بالضبط. لكن الصلاة إذا ما قدرت تأديها قيام تقدر تأديها جلوس، وإذا ما قدرت تأديها جلوس ماله؟ تأديها نوم، وانت نايم رقود. أيوة، على جنبك وين ما تكون، بس لا تتركها. ليش؟ لأنك إذا الكل يقدر عليها، والصبر كذلك، ما محتاج منك فلوس ولا جهد ولا حد يساعدك فيه، ما محتاج. فإذا قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وكلمة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني إقامتك للصلاة ستجعلك متصل، وبالتالي إذا كنت متصلا ليس الصلاة نفسها، وإنما اتصالك بالله الذي يكون عبر الصلاة هو الذي يجعل ذكر الله في قلبك، فإذا ذكرته خشيته، فما رحت ارتكبت الفحشاء والمنكر. فإذا الصلاة معينة، أداة معينة من الأدوات التي تعين. كلمة تنهى لا يعني تنهى بمعنى أنه أنت أول ما تصلي خلاص تتوقف عن الفحشاء، لا، لكنها من الأدوات التي تعينك على أن، ليش؟ لأنك أنت تقيم الصلاة لماذا؟ لتذكر الله. فالذي يصلي ولا يكون الله حاضرا في قلبه، أيوة، إيش يكون المشكلة؟ إيش تكون عنده؟ ماشي فايدة. من الذي يكون حاضرا في قلبه؟ الخاشعين، الخاشع. وضحت الآن الصورة؟ بدت تتضح شوي شوي؟ يا رب تكون واضحة. نعم، إذن الفكرة إنه الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. عرفتوا الآن لماذا الصبر والصلاة؟
لأن الإنسان الذي يصبر ويصلي هو يصبر ويصلي لله، هو عارف أنه أنا أتصل بالله عبر الصبر والصلاة، متصل بالله. بس في ناس تصلي أصلا والله تعالى ما حاضر معهم، ما حاضر. وهنبدأ نقرب من السر الآن في الخشوع. إني أنا الله، شوفوا إيش يقول، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، مو يعني فاعبدني. شفتوا العبادة غير، العبادة حاجة ثانية. أيوة، مو قال وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة يعني اتصل بي وخلي الصلاة عشان تذكرني. أقم الصلاة يعني صلي، اللي هي الصلاة الشعائرية. إذا عندنا الصلوات نوعين، طبعا احنا الإمام قلنا تكاليف، التكاليف مغايرة لفطرة الإنسان. إذا عرفنا ليش نصلي الآن، لماذا نصلي؟ عرفنا الآن كل ذاك الكلام، بس النقطة الأولى لماذا نصلي؟ للاتصال بالله، ما لأن مكلفين حتى نتصل بالله. هذه الطريقة هي اللي تخلينا متصلين بالله، حتى نقوى بالله، حتى نوثق علاقتنا بالله. أيوة، وإذا ما اتصلنا بالله إيش يصير؟ ضعنا. وإذا ما أقمنا الصلاة ضعنا، فقدنا. أيوة، صرنا مقطوعين، صرنا مجرمين. بالضبط. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طيب ليش حشره الله أعمى؟ قال ماله، أتتك آياتنا ماله، فنسيتها كذلك اليوم تنسى. عرفتوا ليش إحنا محتاجين إنه نقيم الصلاة؟ لم يكن من المصلين، أي من المتصلين. وإيش كانوا أيضا؟ يراؤون ويمنعون الماعون. طيب الآن إحنا محتاجين إلى الصلة، ومحتاجين قد أفلح من تزكى، أي من طهر قلبه ولم يشرك بالله. إن الله يغفر الذنوب إلا أن يشرك، إلا أن يشرك. الله تعالى يغفر كل شيء إلا أن يشرك. ولذلك انتبهوا، التزكية يعني أطهر نفسي من شريك لله تعالى. ولذلك الله تعالى قال إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني ما بس اللي ما يحقد، أيضا الذي لا يشرك، يعني بس في قلبه الله تعالى سليم مثل ما الله خلقه، سليم مثل ما الله خلقه بالضبط، ما في شريك. ففي ناس ما تحقد لكن في عندها شريك، انتبهوا. أيوة، ممكن يكون الشريك الزوج، ممكن الشريك يكون عالم دين، ممكن الشريك يكون معرف من يكون وما داري، ويحسبوا نفسهم يحسنون صنعا وهم مالهم مخلين شريك، ويقول لك أنا ما أحقد. طيب أنت ما تحقد لكن أنت حاط شريك مع الله. حاط شريك مع الله. ولذلك قد أفلح من تزكى، نعم، وذكر اسم ربه وصلى فصلى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم ماذا؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والزكاة فائدتها الزكاة ويش؟ تطهير، تطهير. ليش الزكاة جاية مع الصلاة؟ لاحظوا، الزكاة تأتي مع الصلاة. لماذا؟ حتى نتطهر. ولذلك ممكن أنت تتطهر بالأعمال، إن الحسنات يذهبن السيئات، صح ولا لا؟ ممكن تتطهر بكثرة الذكر، ما كله بالمال، ما كله بالمال. عشان في ناس بتقول لي واللي ما عنده مال، ممكن تطهر العلم اللي عندك، توزعه، تعطي، تنشر.
عرفتوا الآن لماذا؟ قد أفلح من تزكى، عرفتوا؟ أيوة، تزكي عن نفسك، تطهرها شوية. وقال الله تعالى لن تنالوا البر حتى، لن تنالوا البر يعني ما راح تصفى نفسكم، ما راح تقوى وتتقي إلا ماذا؟ حتى تنالوا مما، حتى تنفقوا مما تحبون. إيش اللي تحبه أنت؟ أنا أحب العلم، انفق منه. أنا أحب المال، انفق منه. أنا أحب النوم، انفق من النوم شوية وانهض، وانهض من نومك، قلل نومك شوية. اللي يحب النوم، واللي يحب الكلام قلل من الكلام، انفق منه، قلل منه يعني. عرفتوا الآن؟ ومما رزقناهم ماله ينفقون. رجعنا للآية، عرفتوا الآن التطهير كيف يأتي؟ ولذلك جاءت إقامة الصلاة مع إيتاء الزكاة، تطهير. قيم الصلاة وطهر، قيم الصلاة وطهر. عرفتوا الآن ما سر الخشوع؟ ما سر الخشوع؟ ما سر الخشوع؟ السر الحقيقي للخشوع؟ ذكرنا التطهير، أول شيء أطهر وأجعل من؟ أجعل ويش؟ قلبي ماله؟ فقط لمن؟ لله، لله. عرفتوا الآن لماذا لا يحدث الخشوع؟ لأن لنا في قلوبنا شركاء لله، انتبهوا. فمن لا يصل إلى الخشوع فليعلم أن له في قلبه شريك. واحدة تقول لي لا والله أنا أحب الله تعالى، أقول لها بل تحبين ابنك أكثر من الله، بل تحبين مهنتك أكثر من الله، بل تحبين معرف فلانا أكثر من الله. انتبهوا، خطيرة. ماذا نعني بالصلاة؟ الصلاة تأخذ شكلين، الصلاة الأولى اللي هي صلة العبد وربه، هذا هو الدعاء، الاتصال، الفطرة. أما إقامة الصلاة هي الشعائرية، الصلاة الشعائرية، الشعائرية اللي هي ركوع وسجود. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. لذلك من أراد الخشوع اشتغل على تطهير قلبه. أول شيء طهر قلبك. مما أطهر قلبي؟ من تعلقاتها، من تعلقاته. القلب واجد أشياء متعلق. وما أمروا مرة ثانية إلا ليعبدوا الله مخلصين. إيش يعني العبادة؟ إخلاص. أيوة، أن تطهر قلبك وتجعله لله. فلما تروح تصلي فك تعلقك. لذلك إيش اللي يصير؟ تعالوا نشوف. إحنا تكلمنا إنه الصلاة فرضت على هنشوف الآن كيف إقامة الصلاة وكيف تحقيق الخشوع إن شاء الله. بس الأول شيء السؤال، متى فرضت الصلاة؟ من نبي الله نوح الصلاة مفروضة. طيب وين راحت بعدين؟ هل راحت الصلاة؟ هل راحت الصلاة من نبي الله نوح؟ هل راحت الصلاة؟ ما كانت موجودة؟ ليش تو ذيل الشعائر الثانية، الشعائر الثانية لا تصلي مثلنا؟ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. ها؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ رب اجعلني مقيم الصلاة. شوفوا وين راحت، شوفوا أين ذهبت الصلاة. ولذلك جاءت الرسالة الإسلامية، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، ها، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا ماله سجدا وبكيا.
فخلف من بعدهم خلف مالهم أضاعوا الصلاة. جاءوا بعد ذلك إيش سووا؟ أضاعوا الصلاة. ضاعت الصلاة. ليش؟ ليش ضاعت الصلاة؟ اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيوة، إذن الصلاة موجودة، ما من زمننا إحنا، الصلاة موجودة قبل، ولكن مالهم ضيعوها. فجاء الله تعالى ماله أنزل لنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا الصلاة مرة ثانية، لأنه انقطعت الصلة، فصارت الناس تتبع أهواءها وصاروا يتخبصوا. فلذلك من علمنا الصلاة كما هي الآن هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عرفنا الآن من أين أتت الصلاة؟ إذن الصلاة موجودة، ما حد مألفنها، والنبي علمه جبريل عليه السلام الصلاة، ثم علمنا إياها محمد. بالضبط، أقوى أنواع الاتصال عندما تصلي، عندما تصلي. كيف نصلي؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني موجود الصلاة، واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع، يعني كان في راكعين، في ناس كانت تركع وتسجد. احنا قلنا ناخذ من الآيات، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا، ها، ما على الرسول ماذا إلا البلاغ المبين، حر اللي يتولى كيف عاد. بعدين ترى النبي هو اللي فصلنا إياها التفصيل، النبي علمنا إياها، ما ينفع كل شيء يشرح. يعني أنا بطش حاجة بسيطة، مثلا زهرة، تخيلي لو أن القرآن، أنا بقول ليش ليش، أنا بقول ليش ليش، بقول ليش ليش، في عندك حاجة اسمها صلاة الخوف، في عندك حاجة اسمها صلاة السفر، في حاجة عندك اسمها صلاة الاستسقاء، في عندك حاجة اسمها صلاة الجنازة، صح ولا لا؟ كم صلاة؟ في عندك صلاة الكسوف والخسوف، في عندك كم صلاة؟ تخيلي لو أن كل صلاة تشرح في القرآن، كم الكتاب كيف بيكون كبره؟ وفي صلاة الاستخارة كيف بيكون كبره؟ وفي صلاة العيد، يلا قولي لي كيف تخيلي الكتاب بيكون؟ ترى لازم نموذج عملي. وكل صلاة لها أداء، وفي كل صلاة لها أركان، وفي كل صلاة لها أركان. فبتخيلين أنتوا إيش اللي بيصير؟ كيف حجم الكتاب بيكون؟ كيف يكون القرآن؟ بالله عليكم، أنا إذا القرآن 600 صفحة وزيادة وزيادة، والناس هاجرتنا وما تتدبره. يلا بالعقل تخيلي إنه صار 1000 صفحة، من بيقرأ إن شاء الله؟ الآن لو سألتي أهل الإنجيل عن آية من آياتهم في الإنجيل ما يعرفوا. ليش؟ ليش ما يعرفوا؟ شوفي، أنا لما أقول آية واحدة من ذي الآيات، لما أقول آية واحدة من آيات القرآن الكريم، الكل يكمل، صح ولا لا؟ الكل يكمل، ليش؟ كتاب سهل يسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر، يا جماعة، الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني الله تعالى ما بغي صعب عليكم، بس أنتوا تريدوا التصعيب، يعني هو جالس يسهلكم، جالس يسهلكم. تخيلوا لو جايب كل شيء التفاصيل، بالله عليكم من يقرأ؟ إذا 600 صفحة وما يقرأوهن.
الهدف إن هناك أشياء تطبيقية لا بد أن تؤدى بشكل تطبيقي. يعني إحنا عندنا حتى في الـ في الـ في الـ في في مناهج العلوم، إحنا عندنا في مناهج العلوم في حاجة اسمها نظريات وفي حاجة اسمها المختبر، صح ولا لا معلمي العلوم؟ إذا في حد هنا علوم، لابد في أشياء ما تنفع تشرح نظري، ما تنفع، يعني لو قلتها نظري الطلبة ما يفهموها، لازم نسوي لها ويش؟ تجربة عملية. إذا هذه مادة، فما بالك منهج حياة؟ لازم يشرح عملي. لماذا؟ حتى نفهم، حتى نعرف، لا بد من تطبيق عملي. إذن نصلي كما صلى الرسول عن أبو عبيدة. طبعا إحنا هنا أيوة، تعالوا نقول هذه كل مذهب جاء بطريقة. أولا المذاهب تتفق على الأركان، وهذا الأهم. نعم، هي مثل ما أتتنا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أتتنا متواترة ونقلت متواترة. ولكن أنا أقولكم أين الاختلاف؟ كونك ترفع إيدك، كونك ترفع أصبعك، كونك تنزل إيدك، هذه ليست أركان، هذه ليست أركان. يعني إيش؟ يعني إذا سويتها أو ما سويتها ما لها علاقة بصلاتك، مقبولة أو غير مقبولة. لكن اذهبي إلى كل المذاهب واسأليهم عن الأركان، كلهم نفس الأركان، كلهم. اسألي أي مذهب، ما في مذهب غير عن مذهب، ما في. إذن هنا الاتفاق، هنا الاتفاق. لا، ما بس إنه أهم شيء النية، ترى لازم الأركان. الأركان أنتوا اذهبوا إلى اليوتيوب، مش اليوتيوب، الجوجل، اكتبوا أركان الصلاة، بتطلع لكم 15 ركن أو 14 ركن، والكل يقر فيها. لكن ليس من ضمنها أن ترفع يدك إلى صدرك أو تنزل يدك إلى تحت أو ترفع أصبعك أثناء التشهد. المهم ماذا؟ الأركان. اختلاف هذه الطريقة، هذه ليس لها علاقة تقبل أو ما تقبل، هذه هيئات، كل واحد جاب في هيئة، لكن الأركان واحدة وهذا الأهم. تكبيرة الإحرام، القيام، السجود، الركوع، الفاتحة، التشهد، التسليم، هذه كلها مالها؟ في حد من المذاهب يصلي بدون سورة الفاتحة؟ يلا توحنوا عندنا معا، أنا متأكدة في أكثر من مذهب الآن معنا، حد يصلي صلاة بدون فاتحة؟ حد يصلي صلاة بدون تكبيرة الإحرام؟ حد يصلي صلاة بدون ركوع؟ حد يصلي صلاة بدون سجود؟ حد يصلي صلاة بدون تشهد؟ حد يصلي صلاة بدون توجه؟ حد يصلي صلاة بدون تسليم؟ بالله عليكم، إذا متفقين ولا ما متفقين؟ لكن في ناس مالها، ما أنا قلت لكم في ناس مالها، في ناس شغالة كذا تصيد في الماء العكر، مو تسوي، قل له صلاتك صح وصلاتك غلط. على أي أساس؟ على أي أساس تقول لي صلاتي صح وصلاتي غلط؟ قال أنت ما رفعت إيدك أو نزلت إيدك، هي هذه ركن؟ لا حبيبتي، أنا أتكلم، أنت أثرت السؤال بس ما أتكلم عنش يا عمر، أنت زهورة. لا أنا ما أتكلم عنش، أنا أتكلم بشكل عام المصيبة اللي إحنا واقعين فيها. ولذلك في ناس إذا أنا ما صليت كما هم قالوا هذه مش، قال ويش؟ قال ذي كافرة. استغفر ربك وتوب، كافرة، كيف كفرت؟ أنا أؤدي الصلاة، كيف كفرت؟ صلاتك باطلة، على أساس؟ ما هي أركان الصلاة؟ 1، 2، 3 وكذا، في مذهبك صح؟ وأنا في مذهبي نفس الشيء. إذا إحنا ما مختلفين، ليش تقول صلاتي باطلة؟ هذيلا هم إيش نسميهم إحنا؟ هذولا نسميهم المتعصبين، هذولا اللي مالهم قوم تبع، هم ذيلا، هم ذيلا قوم تبع.
أهم شيء حبيبتي إنك تؤدين الأركان، الأشياء الأخرى ليست من الأركان. للصلاة أركان ومتفقين عليها كلنا، فما يجي واحد يتفلسف علينا ويقولنا صلاتك باطلة لأني رفعت إيدي ولا نزلت إيدي ولا لأني رفعت أصبعي. هذا ما له علاقة، ولا يوجد عالم يحب الله ومتصل بالله ها ويجي يقول لش إنه صلاتش غلط، لأن من يعرف الأركان لا ينكرها ولا يتهم الناس بالكفر. هذا لمن اللي من اللي يتهم الناس بالكفر؟ منهم ما قلنا قومه تبع، هذيل اللي بدون عقل، بدون عقل، ما عارفين أصلا الأركان، ما عارفين الأركان ولا عندهم معرفة ولا شيء، ما يعملوا عقلهم ولا يشغلوا. وتجي واحدة تقول ليش إذا أنت سويت كذا أنت كذا وأنت كذا وأنا ما أكلمك وأنا مقاطعتك وأنا لا أواليك، سلامات سلامات سلامات، من هين قبتوا ذا الكلام؟ ما إله معنى ذا الكلام كله. أنكمل توعدنا 3 ساعات. وقال أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا ثبات أركان الصلاة يعني مالها، يعني مالها، يعني منقولة صحيحة، ثباتها واتفاق الجميع عليها دليل على صحتها. أما الزيادة فتلك اجتهادات، كل حسب اجتهاده، ما إلنا علاقة فيها. هل تخرب الصلاة؟ لا، ما لها علاقة، لأنها ليست ركن. سويتها ما سويتها، ما هي ركن، ليست ركن، ليست أساس. فما أجلس أشكك في صلاة الناس. وضحت الفكرة يا أحبتي؟ طيب ماذا لو لم أصلي؟ ماذا لو لم أصلي؟ وصلنا للسؤال الأخير. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ها عاد تحمل بويقيك، بالضبط كما قالت آسيا، تحمل ما يأتيك. بارك الله في 132 اللي باقيين معي لحد النهاية. بارك الله فيكم، صراحة أنتم ممن تتبعون وتبحثون عن الحق، جزاكم الله خير حقيقة، مجاهدين، ربي بارك فيكم. هذا اللي في ناس تقول لك أنا ما أروم، لكن بعده هذا اللي ما يروموا جزاهم الله خير، بقيوا معنا إلين 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 يعني جلسوا معانا فترة، وإن شاء الله يكملوا. باقي عندنا جزئية الخشوع، ولذلك أنا أستأذنكم الآن في جزئية الخشوع إنه أنا أسجلها وأضيفها للمحاضرة، لأن الوقت الآن أزف، هسجلها وأضيفها أكملها لي للمحاضرة هذه، وبنزلها كامل مع جزئية الخشوع. يا الله ضحكتني يوم قالت لي عيون فردة وفريدة. طيب زين نكمل، يعني صامدون باغيين، الله يعطيكم الصحة والعافية. يلا جينا للخشوع. طيب ما الخشوع؟ مو الخشوع يعني، يعني إنه أنا قلبي متصل، قلبي متصل، قلبي ها متوجه لله، متوجه، ذاكر لله، تمام. طيب وبعدين هذا الخشوع معناته إذا متصل، يعني أنا أصلا إيش يعني خشوع؟ يعني إنه أنا أريد أكون دائماً متصلة بالله، أريد دائماً يكون قلبي حاضر ويستذكر الله تعالى دائماً. طيب كيف؟ أريد أقولكم يا حبيباتي، الصلاة كالبناء، الصلاة كالبناء، يعني ويش؟
يعني أنت لما تريد تبني شيء كيف تبنيه؟ من أراد لازم أساس، صح؟ لازم أساس. إذن السؤال الأول اللي تسأله نفسك، ما الأساس الذي تبني عليه صلاتك؟ هل الله أم شيء آخر؟ أم مع الله شريك؟ هذا أول نقطة. ولذلك إن كان هناك شريك، أي أنه طبيعي ما يحصل عندك خشوع، لأنه الأساس مالك ماله خربان. واحدة تقول لي كيف خربان؟ مضروب؟ نعم. قل إن صلاتي ها ونسكي ومحياي أيوة، معناته أنت بعدك ما جاهز، صاير تصلي وأنت ما جاهز. طيب الله تعالى أعطانا أسس، رتب الأسس. أيوة، يعني أنا عشان أبني بناء أحتاج إلى، عذرا، أحتاج إلى أساس. الأساس لازم أبني ماله، صح؟ صح ولا لا؟ وبعدين أقيم الأعمدة اللي هي الأركان، بعدين أقيم الأعمدة. يعني لازم يكون عندي أساس. ما هو الأساس؟ الله تعالى. مو يعني متصلة بالله. يعني أول نقطة عشان أخشع، ماذا أفعل؟ كيف أتصل بالله؟ أتطهر، أتطهر. ما احنا قلنا ما باغيين نقيم الصلاة، عشان كذا احنا نعمل تطهيرين. ما هما التطهيرين يا حلوين؟ تطهير ماذا وتطهير ماذا؟ أيوة، تطهير مادي وتطهير جسدي. عرفتوا الآن. وفي ناس تروح تصلي تقول لش وضوء واحد وراح تركض ومستقبلة القبلة وتصلي لله وتقول لش أصلي لله، وضوء واحد. في ناس تصلي بوضوء واحد تقول لش أنا ما غتبت، ينحادم ذاك القلب اشترك فيه. ترى أنت تنسى، أنت تحتاج إلى ماذا؟ اسمه تجديد. العمانيين يسموا الوضوء ماله؟ روح تجدد. مو يقولنا العمانيين، شوفوا اللي قبل عندهم أتجدد. مو يعني أتجدد، يعني أجدد الصلة. إذن عشان أجدد الصلة ماذا أفعل؟ أبدأ بداية جديدة، صح؟ بداية جديدة. تو أنا إذا باغي أجدد الصلة بإنسان، إيش أول شيء أسوي؟ أطلب منه المعذرة، أتطهر، أعتذر له. لا، غير 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 لما أنت تصلي صلوات وراء بعض. يعني ما واحد يصلي القيام وبعدين صلاة الفجر، لأنش أنت في مكان واحد، في مقام واحد. لكن أنا أقصد في ناس إيش تسوي؟ تصلي صلاة الفجر بعدين جالسة في المسجد توكل وتشرب زيت وتكلم هذا، وأذن الأذان مرة ثانية وهي مكانها، راحت قامت وصليت، زين. طيب الوضوء؟ قلش أنا ما سويت شيء. مو ما سويت شيء، أكلتي وشربتي وتكلمتي وما أعرف مو قلتي وما أعرف مو دخل في نفسش. لكن لما واحد أصلا هو في مقام واحد بعد القيام، ما كلم حد، ما تواصل مع حد، ما رد على حد. ويمكن تلاقيها ماسكة على بطنها، وأصلا ما ينفع تصلي وهي مالها تدافع. معروف مو تدافع، ما يستو تصلي وانت جالس حاصر عمرك. هذه ما صلاة الأخ بثي. إذن الأساس هو الإخلاص، والإخلاص يبدأ بالتطهير. باغي تخشع، ركز في وضوءك،
ركز في وضوءك، الخشوع لا يتحقق وأنت لا تتطهر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، ها وصلى، مو يعني تزكى، عرفتوا الآن، عرفتوا، فصلى تطهير. ربي بارك فيكم. إذن لازم أول شيء تتطهر. إنزين يوم تتطهر بس تسوي وضوء. كيف بعض الناس تتوضأ؟ كيف تتوضأ بعض الناس؟ بسرعة بسرعة بسرعة، أحسن لو أتوضأ أصلي بسرعة 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 على العيش يحترق. دهديه دهديه خلق. ما تعرفي ذاك الوضوء كما مو توضيت، حتى بسم الله الرحمن الرحيم ما قالتها. وتقول ليش أنا توضيت، أنا أتوضأ. وبعدين تطلب خشوع. ثم أن الخشوع يا أحبتي لا يكون إلا إذا كان الإنسان ماله يقيمه، يقيمه يعني كيف يقيمه؟ يعني متى يتحقق الخشوع؟ الخشوع يعني يتحقق الاتصال القوي بيني وبين الله. الخشوع يعني أقوى اتصال بيني وبين الله. الله تعالى حاضر في شعوري، في كياني، في تصرفاتي، في سلوكي. طيب كيف يحدث الخشوع؟ بالله عليكم، بالله عليكم بسألكم سؤال. انتي لما يكون عندك جهاز، جهاز جهاز سيارة، خلي سيارة انزين، عندك لعشر سنوات السيارة وتجي تبيعيها، ما يوقعش فوادش؟ في عنده سيارة واحد يوقعش ولا ما يوقعش فوادش؟ يؤلمك أو لا يؤلمك؟ تحسي كأنه قطعة منش، صح؟ إيش سبب؟ لماذا؟ ما السبب؟ سايرة جاية بالسيارة، سايرة جاية. ولذلك الذاكرين الله إيش؟ كثيرة. مالهم؟ على طول الله تعالى حاضر معهم، على طول محافظين على الصلاة، سايرين جايين على الصلاة. لكن في ناس مالهم؟ يوم يصليوا يوم ما يصليوا، طبيعي أتتقطع وش الصلة، ويوم مشغول بكذا ويوم مشغول بكذا، وبرايو مستهين فانقطعت الصلة، طبيعي ما يحصل خشوع، لأننا لا نديمها ولا نلتزم بها. ثم أن الخشوع، على فكرة الخشوع في ناس تصل له وفي ناس تحتاج وقت حتى تصل له، وهي درجات، ما يجي مرة واحدة، عشان ما تروح تأن بنفسك وتأن بضميرك. ثم أن الخشوع قد يتحقق في صلاة ولا يتحقق في صلاة أخرى، عادي. يعني في ناس تخشع في القيام بس ما تخشع في صلاة الظهر. هل معناته أنه أنا مذنبة؟ بإذن الله تعالى ما عليك ذنب، لكن المهم ماله؟ إنه الإنسان يسعى يجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، لأنه ما كل الناس تستطيع الوصول، وأيضا ما كل الناس تستطيع أنها تخشع في كل الصلوات. ليش؟ لأنه بني آدم، بني آدم خلق الإنسان ضعيفا، ما دائما، فما نقدر نقول حال إنسان أنت لازم تكون خاشع في كل صلواتك. لكن الإنسان يجاهد، والدليل على ذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله تعالى يعلم أنك تجاهد، يعلم أنك تحاول. المهم ماذا؟ أن تقيمها، أن تقيمها، المهم أن تقيمها. يعني إيش؟ تحافظ عليها، تحافظ على صلاتك. صلواتهم ماله؟ يحافظون. والذين هم مالهم؟ يحافظوا على صلواتهم، ما يتركوها، دائمون. ويحافظوا على صلواتهم مالهم؟ دائمون. الخشوع يتحقق بالاستمرار وبالبناء. وقلنا الاستمرار يعني يتطلب التزام، لازم تلتزم. البناء له أساس وهو توحيد الوجهة، أنا أصلي لله، ما أصلي والعيش أحاتي في الطباخة.
ما ينفع. وانت رايحة خلاص رايحة لله، انتبهي لأنها صلة حتى يتحقق الخشوع. فإذا البناء له أساس، ما هو الأساس؟ توحيد الوجهة. تأكدي أنك أنت موحدة الوجهة. واحدة تقول كيف أتأكد؟ استحضري النية وانت رايحة تصلي، اجعل الله ها في داخلك كذا، حاضر أنا رايحة أصلي لله عشان أتصل بالله. شوفي صلاتك إذا بتتغير ولا لا. لله أتصل به، خلاص هذا موعد. نعم قدر الإمكان، قدر الإمكان. نجي لنقطة الخشوع. ما الخشوع؟ الخشوع يعني الإنسان وصل إلى أعلى مرحلة من مراحل الاتصال مع الله سبحانه وتعالى. على اعتبار قلنا أنه إحنا في البداية ما هو الإسلام؟ الإسلام هي فطرة الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا عليها، واللي هي أنه إحنا متصلين به، والمجرم هو الذي يقطع هذه الصلة. ثم قلنا أنه الإنسان عشان لأنه هو ينسى، ولأنه أصلا أحيانا يفتر بسبب ما يحدث له من تحديات في الحياة، فيحتاج أنه هو لابد أنه يكون مستعين في هذه الحياة على قوة يستند عليها. فالله سبحانه وتعالى وضع لنا أنه عشان نكون متصلين فيه ونكون مستندين عليه، أعطانا أداتين. الأداتين هم الصبر والصلاة، والدليل على ذلك واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا عطفا على إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لو رجعنا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن بحاجة إلى الاستعانة. طيب ما أدوات الاستعانة؟ لا بد من أداة لنستعين بها حتى تعمل على إنه إحنا نبقى في صلة مع الله سبحانه وتعالى، لأننا بدون هذه الصلة سنكون ممن قطع هذه الصلة، وسنكون ممن فقدها مع الوقت، نكون ممن فقدها. ولذلك الصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخاشعين هي أعلى مستوى من مستويات الاتصال بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الاتصال أو هذا المستوى العالي من الاتصال في الواقع، عشان نعرف ونكون واقعيين أيضا، الإنسان لا يمكن أن يكون خاشعا في صلواته الخمس كلها، على اعتبار أنه قد تحدث له ظروف وأوقات لا يكون فيها لديه وقت لأن يبقى بتلك السكينة وبتلك الطمأنينة حتى يكون في حالة الخشوع. ولذلك على الأقل الإنسان يحاول أن يحافظ على صلاة أو صلاتين من صلواته الخمس يكون فيها في حالة خشوع، أي يؤديها بطمأنينة ويؤديها بسكون ويؤدي أركانها كما يجب ولا يستعجل فيها. فالله سبحانه وتعالى لما يقول أنه أقم الصلاة لذكري، أي أنه قيامها أي تؤديها بأركانها، وأركانها تؤدي كل ركن تعطيه حقه حتى يتحقق هذا الخشوع. فأنا مثل أشبهها مثل إيش؟ مثل وطبعا لله المثل الأعلى، ولكن حتى أحصل على طبخة معينة بمواصفات معينة لابد أن ألتزم بالمقادير كما وصفت بالضبط، وأعطيها حقها هذه المقادير، ولا أحاول إنه أنا أتلاعب بهذه المقادير حتى أحصل على النتيجة التي أريد أن أعملها. أيضا لازم أعرف إنه الصلاة بناء، يعني أنا لما أبني أي علاقة كانت في حياتي لازم أعطيها من الاهتمام وأعطيها من المجهود وأبذل لها من المجهود، ومع الوقت هذه العلاقة تبنى. وكذلك مع الصلوات، عندما نؤدي الصلوات مع الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى فإنها تحتاج إلى بناء. أول بناء مهم جدا في الصلاة إنه أنا أتأكد إنه قلبي فعلا لا يوجد فيه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني أسعى إلى تطهير قلبي من كل ما يشيبه. وأهم ما يشيب قلب الإنسان أو ما يشرك الإنسان قلبه أو ما يجعل
الإنسان لله شريك هي همومه، مشاكله، أحيانا أبنائه، أحيانا علاقاته، أحيانا ديونه، أحيانا كل هذه الأمور في الواقع تشكل شريك مزعج لصلاة الإنسان. فلما يكون أصلا هو ناوي التوجه لله سبحانه وتعالى وينوي التوجه، لكن في المقابل هو يعني مشغول بشيء آخر، هو مشغول بمشاكله، فيحضر إلى الصلاة وهو مشغول. فإحنا نريد نبنيها بناء صحيح. ودائما أي بناء أو أي أساس، يعني أنا عشان أجعل الله سبحانه وتعالى في قلبي لابد أن أعمل عملية تطهير، تنظيف شوائب. ومعروف أنه أي بناء لازم أهيئ مكان للأساس، لابد من تهيئة، وهذه التهيئة تكون على شكلين، احنا نسميها تهيئة التطهير. فالبناء أول حاجة، أنا لما أعمل خشوع لازم أعرف أول حاجة أنه أنا محتاج أبني الأساس. وما هو الأساس؟ الأساس أنه أنا أجعل الله سبحانه وتعالى هو الرقم واحد في حياتي. أنا الآن أصلي لله، أنا أصلي لأبقى على صلة مع الله سبحانه وتعالى. فإذا بناء الأساس يتطلب مني شيء، وهو أنه أنا أهيئ هذا البناء. وهذا البناء لا يقع إلا في القلب، وهذا البناء لا يقع إلا في القلب. فعشان أبني هذا البناء أتأكد أول شيء أنه أنا هيأت لهذا الأساس. ما هو الأساس؟ الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولذلك أي عمل، أي عمل دائما لا يكون فيه إخلاص لله ولا يكون فيه الله سبحانه وتعالى هو الهدف الأساسي والنية الأساسية والغاية الأساسية من كل أعمالي، يكون العمل هباء منثورا، وهذه جدا خطيرة. فلذلك أساس كل عمل النية، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كنت أريد أعمل أعمل، وإحنا قلنا الأعمال الصالحات هي أساس الفطرة، يعني من ضمن الفطرة ثلاثة أمور، إنه أنا أول شيء أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون لي عمل صالح، وهذا العمل لأجل أن أكون متصلا بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أني أنا أؤمن باليوم الآخرة، فلازم أحط في بالي هاي الثلاثة أمور حتى أكون أحافظ على قلبي سليما، لأن الله تعالى يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب أنه أنا أحافظ على ثلاثة أمور هذه، أن يكون توجهي لله فلا أشرك بالله أحدا، أن يكون لي أعمال صالحات، والأعمال الصالحات على اختلافها، كل عمل صالح يراد به وجه الله هو عمل صالح بإذن الله تعالى، وهو الأصل به الاتصال ويحدث فيه الذكر. الأمر الآخر أن أؤمن باليوم الآخر، وأن أؤمن باليوم الآخر أي أن أستعد له. يعني مسألة أنه أنا أؤمن لا يكفي كلمة أؤمن، يعني أستعد له الاستعداد المناسب، لأنه أعرف معناته اليوم الآخر أنه في حساب وفي جزاء، وفي أنه كل إنسان سيحصد يعني ما يعمل من عمل، لأنه كل نفس بما كسبت رهينة. ثم أن الله تعالى يخبرنا أنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، لن يقبل منه. يعني إذا أنا أعمل عمل ولكن الله سبحانه وتعالى ليس لأجل الله تعالى، فما راح يكون هذا العمل أحصد له نتيجة. قد أحصد له نتيجة في الدنيا، ولكن النتيجة النهائية الدائمة لن تكون من نصيبي. ولذلك خطير جدا أيضا أنه أنا أفصل، مهم جدا أنه أنا أضع نوايا في كل عمل، وأن تكون النية هو أن أكون طاعة وامتثالا لله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول في سورة الفرقان الآية 23، ماذا يقول في سورة الفرقان؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي سورة الفرقان عفوا يقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه خطيرة. ثم الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن المجرمين، ماذا؟ إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. إذن لم نكن متصلين بالله، هنا ليس المصلين يقصد بها الصلاة، ولكن لم يكن من المصلين أي ممن يصلون الله سبحانه وتعالى ويتوجهون إليه. والتوجه هنا يعني قلنا التوجه يعني الدعاء، دائما الله سبحانه وتعالى حاضر في القلب. ولم نكن نطعم المسكين،
وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اليقين أي شفنا يوم القيامة. ولذلك على الإنسان أن يعبد ربه اليقين، أي حتى يرى وعد الله سبحانه وتعالى، وعد اليقين أن يوم القيامة ويوم البعث ويوم الآخرة هو يوم حاصل لا محالة. فإذا كل شيء يكون اتجاهي وتوجهي لله، فهذا بناء، أنا لابد أن أنا أحرص على هذا البناء وأبني هذا البناء فعلا بحيث أنه يكون له أساس، والأساس أن يكون الإخلاص لله وحده. فنسأل الله تعالى دائما الإخلاص في كل عمل، فأي عمل نعمله نسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل لله. نضع النية، وأنا أحضر محاضرة وأنا أعمل أي عمل صالح، أضع النية، أضع الأساس الأول، وأجعل الله سبحانه وتعالى، وأحرص أن لا يكون هناك شريك لي قدر الإمكان، لأن الله تعالى يقول واتقوا الله ما استطعتم قدر الإمكان. صحيح أن الإنسان لا يمكن أن يزيل مشاكله وهمومه وأفكاره، ولذلك الله تعالى قال واتقوا الله ما استطعتم، يعني بقدر الإمكان أن تجعل الله سبحانه وتعالى هو الوحيد في حياتك، أو بمعنى أصح أن يكون له وحده الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى سيعطيك لها جزاء في الدنيا وفي الآخرة. إذا هذا البناء الله سبحانه وتعالى قال لابد من أساس. طيب الأساس هذا أنا لابد من تهيئة، والتهيئة تعني تطهير. فأنا لو عندي بناء أريد أبني، فلو عندي حجر، لو عندي قاذورات في هذا البناء، أحتاج أنه أنا أنظف الأول عشان أستطيع أنه أبني. ما ممكن أبني الأساس على 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 قاذورات أو غيره، لا بد من تطهير. ولذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا دائما بالتزكي، قد أفلح من زكاها. فإذا النفس محتاجة إلى تزكية، والله تعالى قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فإذا الأول التزكية، الأول التطهير، ثم يصلي، ثم يصلي، سواء كانت هذه يعني الصلاة اللي هي الاتصال، أو عندما يأتي بالصلاة الشعائرية. لأنه قلنا الصلاة نوعين، صلاة اللي هي صلاة الدعاء اللي هي الاتصال، أنت دائما تدعو الله سبحانه وتعالى ولا تستكبر، ثم اللي هي الصلاة الشعائرية، والهدف منها أن تقوم هذه العلاقة وهذه الصلة بينك وبين الله وتبقى دائمة وقائمة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، أي مستمرون، والذين في أموالهم، لاحظوا، حق معلوم للسائل والمحروم، يعني هم والذين يصدقون بيوم الدين. لاحظوا هناك أعمال صالحات بين ماذا؟ بين صلتهم بالله سبحانه وتعالى، لأنه على صلاتهم دائمون، يعني حريصين على أن يبقوا في صلة دائمة مع الله سبحانه وتعالى. إذن إلا المصلين، أي المتصلين بالله سبحانه وتعالى، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال الأعمال الصالحات. والأعمال الصالحات لابد لها من تهيئة بحيث أنها تكون لله سبحانه وتعالى. فإذا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن ما هذا البناء وماذا يحتاج؟ إذن الخشوع يتحقق بالإقامة. الإقامة يعني على طول إنه أنا أكون مستمر. الإقامة تعني شيئين، الشيء الأول الاستمرارية، الشيء الثاني البناء. والبناء يبنى على يعني خطوة بخطوة، لا يمكن أن أبني شيء، يعني ما في إنسان اسمه يخشع بصورة سريعة، لا، لابد أنه أنا أخشع خطوة بخطوة. فما في إنسان أول ما بدأ الآن وعرف الخطوات قال خلاص أنا هوصل للخشوع. الخشوع يؤتى بالاستمرار، بأنه أنا أقيم وأؤدي الأركان الأساسية، لأن هناك أركان وهناك أمور أخرى إضافية، المهم أنه أنا أؤدي الأركان. والأركان الآن سنتناولها كيف تعني الخشوع. بعد ذلك أبني البناء. البناء أي أنني، هذا البناء يأتي من خلال أنه أنا أستمر في إقامة الأركان، أركان الصلاة. وقلنا أن هذه الأركان الله سبحانه وتعالى أوحى لجبريل، ثم جبريل أوحى للنبي ولكل الأنبياء كيف تقام الصلاة. ففيها من القيام
والسجود من الركوع والسجود والتسليم والتشهد والتوجه وغيرها من الأركان اللي هنأتي على ذكرها بإذن الله تعالى، وماذا تعني وما الذي يجب أن أستشعره. فإذا الاستمرار ومن ثم البناء، والبناء يحتاج في البداية إلى تطهير. البناء يحتاج إلى تطهير. الاستمرار يعني الالتزام، إنه أنا ألتزم بالأركان. أما البناء فيحتاج إلى تطهير، فأنا عشان أطهر هذا البناء لابد لي من أدوات، لابد لي من أدوات. يعني أنا عشان أطهر أحتاج إلى أدوات، وهذا البناء يحتاج إلى أدوات. طيب ما هي هذه الأدوات؟ وكلاهما يتطلب الصبر، للعلم كلا هذين الأمرين يتطلب الصبر، إذن الالتزام. ولذلك قال الله تعالى واصطبر. والاصطبار دائما لاحظوا على الصلاة، واصطبر. لماذا؟ لأن الخشوع لا يحدث قلنا في يوم واحد، ومهم جدا أن الإنسان يحقق الصبر. فلاحظوا دائما أنه في علاقة بين الصبر والصلاة، أن الصابرين يوفوا أجورهم. لأنه أنت لما يكون تريد تعمل عمل حسن وتصبر على أركانه، هذا العمل الحسن والعمل الصالح، وتصبر على أركانه، وتريد من هذا العمل الصالح أنه أنت تقيم الصلاة بينك وبين الله تعالى، فاعلم أنه أنت بإذن الله تعالى يعني ستصل إلى مرحلة الخشوع. طيب السؤال هو الآن، ما هي أدوات البناء اللي أحتاجها؟ أنا أريد أن أعمل بناء، والبناء هذا له أساس، وقلنا الأساس أنه أنا أخلص لله سبحانه وتعالى. لكن كيف أبدأ؟ لازم نعرف أول شيء أركان الصلاة، ولكن لابد أيضا أن نعرف أن هناك ركنين أساسيين أو مهمتين أساسيتين، وهي أنه أنا عشان أبني البناء لابد من أساس، وقلنا الأساس يحتاج إلى تطهير. فهناك عندي بناء مادي وبناء معنوي، فإذا هناك تطهير مادي وتطهير معنوي، تطهير مادي وتطهير معنوي. أما البناء المادي فيبدأ بالتطهير اللي هو الوضوء، فلابد من أنه أنا أحرص على الوضوء، وأيضا في الوضوء أستحضر أن هذا الوضوء هو لأتطهر من كل العوالق المادية اللي تحدث في الجسد. يعني أنا عندما أذهب لبناء صلة مع الله سبحانه وتعالى لابد أن أكون مستعد ماديا، متهيئ من ناحية الوضوء، من ناحية طهارة الجسد، إن الجسد لا يكون فيه أي من النجاسات. لابد أن أذهب إلى الله وأنا متهيئ. فلنفرض أنه أنا الآن في موعد مع شخص أنا أحبه، فالطبيعي يقول أنه أنا لازم أتهيئ لهذه المقابلة. فكذلك عندما، ولله المثل الأعلى، كذلك عندما نتهيئ للذهاب إلى الله سبحانه وتعالى للصلاة في موعد مع الله سبحانه وتعالى، فلا بد أنه أنا أستعد. ولذلك يسن يعني يفضل أنه أنت تعمل هذا الشيء وتهيئ لك جانب مادي جميل، أنه أنت تتوضأ. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني شوفوا لدرجة أنه حتى الفم تهتم أنك أنت أسنانك ما يكون فيها بقايا من الطعام، حتى لا تتكلم وهناك من الطعام الذي يخالط. يعني لهذه الدرجة يجب أن تكون دقيق حتى يتحقق الخشوع. فتنظف أسنانك وتنظف فمك، لأنه يعني لابد أن تتكلم وفمك طاهر ومعطر. وجميل أنه إذا كان في عندي معطر للفم، أنه أنا أستخدم معطر للفم أو السائل المضمضة، أيضا رائع أنه أنا أعطر فمي. نفس الشيء جميل أنه أنا أعطر جسمي حتى، لأنه أنا لما أذهب، على فكرة هذا حتى يساعد نفسيا على أنه الإنسان يسترخي فعلا في هذه العلاقة ويستشعر السكينة. يعني هذه عوامل مادية تساعد على ذلك، أنه الإنسان يعطر، حتى يعطر مكان الصلاة، يهيئ مكان الصلاة، لا يكون مكان الصلاة فيه من الأشياء التي خلينا نقول تشغل الإنسان، لأنه الإنسان يبغى يركز، يريد يركز في هذه الصلاة، ويريد أنه يخشع فعلا. فالخشوع من ضمن عواملها ومن ضمن أركانها اللي هو التركيز. فأنا عشان أحدث التركيز أهيئ مكان صلاتي. الحلو أنه في بعض الناس أيضا تضع لها مكان للصلاة، وهذا المكان
يعني يكون سجادة، سجادة هذه خاصة للصلاة، مكان مهيأ، لا يكون فيه صور، لا يكون فيه مشتتات، حتى لا يحدث تشتت في الصلاة. وليس كما قيل لنا إنه الصور حرام أو غيره، لا، ولكن هي الفكرة إنه هذه الأمور تشتت، مشتتة، ولذلك الأصل إبعادها، إبعادها حتى ماذا؟ حتى تستحضر أنت هذه الروحانية الجميلة، فتهيئ المكان للصلاة، تهيئ العطر التي تضعه. وأنا شخصيا دائما أقول إنه أفضل العطور إنه الإنسان يتعطر بها هي رائحة المسك، سبحان الله، رائحة المسك. ولا أعرف إذا كان الكل يحب هذه الرائحة، ولكن إذا كانت هناك رائحة تحبها تضع منها قبل الصلاة، تتعطر منها ثم، أو تعطر السجادة على الأقل بحيث إنه يفيض. أو ممكن نهيئ غرفة الصلاة برائحة اللبان، وهي من الروائح الرائعة أيضا اللي تطهر وتعقم حتى المكان، تعتبر من الروائح المعقمة والمطهرة، للعلم، من البكتيريا ومن الأشياء اللي هي ممكن تكون ضارة في الجو. فمهم جدا أيضا أنه الإنسان يهيئ البناء المادي. طبعا هل يستطيع أنه هو يهيئ؟ هو لو كان يجهزها من البداية يكون جيد، لكن ممكن يكون أحيانا مسافر، أحيانا يكون في مكان آخر. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله ما استطعتم، يعني قدر الإمكان. لكن إذا لم تتوافر لك، وإذا كنت في حالة أنه أنت لست على الوضع الذي يجعلك تستطيع أنك تهيئ هذه التهيئة المادية، على الأقل أنك تحافظ على الوضوء، وهو أدنى مرحلة. ولذلك الله تعالى عندما يقول مرة ثانية قلنا: واتقوا الله ما استطعتم، يعني أنه الإنسان يحاول قدر الإمكان أنه يهيئ أدنى حاجة في التهيئة المادية والتطهير، والألا وهي الوضوء، ويحسن في وضوئه. فالإحسان في الوضوء ذلك من الاستعداد أو من التهيئة لبناء الأساس. ثم يأتي القيام. أثناء القيام، أول ما أبدأ أنا في القيام، الوقوف للصلاة، لابد أنه أنا أستحضر مجموعة أشياء، وهذا الاستحضار مهم جدا، ولازم نفهم كل جزء من هذه الأجزاء. النية، أنه أنت تنوي بهذه الصلاة أن تكون لله تعالى وصلة وطاعة وامتثالا لله تعالى، ومحلها القلب، ومهم جدا استحضارها. لا تذهب إلى الصلاة وأنت لا تستحضر أنك تؤدي هذا العمل امتثالا وطاعة وتسليما واستسلاما لله تعالى، واتباعا لأوامره، وبناء للصلة بينك وبين الله تعالى. ما ممكن أنه أنت تروح والنية ما موجودة، لابد أن تستحضر هذه النية، وإلا سيكون الشيطان حاضرا، وبالتالي تكون ممن يقطع هذه الصلة أو تحرص على قطعها، فكن حريصا على وصلها. الاستعاذة، يعني أنك أنت الآن عندما تستعيذ من الشيطان، أنت تعمل مباشرة سد منيع. الشيطان بذكر الله سبحانه وتعالى يبتعد، الشيطان بذكر الله سبحانه وتعالى يبتعد، وكل طاقة سلبية تبتعد، وكل أيضا أمر آخر دنيوي يبتعد. وهذه تأتي بالتدريب، تأتي بالتدريب. فإنه أول ما أستعيذ ثم أتخيل أن كل شيء بدأ يبتعد عن ذهني، فعلا يبدأ يبتعد، وكله يأتي بالتمرين وبالتدريب. وبسم الله الرحمن الرحيم، أي أنني أبدأ أبني أول حويصلة أمان بيني وبين الله، وهي أول خطوات التقوى، يعني أول خطوة لبناء التحصين وبناء اللي هي خلينا نقول الأرضية، الأرضية الأولى في الأساس، ألا وهو بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الطبقة الأولى في الأساس. ثم الطبقة الثانية اللي هي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ويعني حنيفا وما أنا من المشركين. هذه هي الخطوة الأولى، أو مسلما وما أنا من المشركين، الخطوة الأولى اللي أخطو فيها الخشوع وأستحضر هذه الأمور. هذا كله في القيام، ولا بد من وجود هذه الأركان، لا بد من وجودها في القيام. فإذا هذه الأربعة أركان متبعة مع القيام، أول ما أقوم أو أول ما أوقف للصلاة وأستقبل القبلة. بعد ذلك الخطوة الثانية اللي هي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام تعني إقرار وتأكيد
إنه لا شيء أهم ولا أكبر ولا أعظم من هذه الصلة، فهي مهمة بالنسبة لي، وهي اعتراف مني أنها الأهم عندي من كل شيء. هذا الاعتراف فيه تأكيد على أنه أيضا همومك ومشاكلك وما يشغلك يتساقط عند تلك اللحظة. تتخيل أن همومك ومشاكلك تتساقط، وجميل أن نشغل الذهن بذلك. يعني عندما أقول الله أكبر أتخيل عند هذه اللحظة أن كل ما يشغلني سقط أمام عظمة الله، لأن لا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى، ولا شيء أهم من عند الله تعالى. فكلمة هموم إنه أنا جعلتها أهم واهتممت بها فشغلت نفسي بها فصارت هموم، ولكن يجب أن أجعل همي الأكبر هو أن الله تعالى يرضى عني، وأن يكون هو الأكبر من أي شيء آخر. فعندما نقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام، يعني أنا هنا أستشعر أن الله سبحانه وتعالى أهم عندي. دائما كلمة أستشعر أي أنني أتخيل وأرى صورة كذا أن همومي كأنها أشياء تتساقط، فليكن بنيان أهدمه الآن أمامي، همومي كأنها بنيان أجعله يتساقط عند تكبيرة الإحرام، ثم أصب مشاعري من الاندماج ومشاعر الحب فعلا ومشاعر الرغبة في أنه أنا أعترف وأؤكد على ذلك وأستشعر ذلك. يعني أحاول أن أصب هذه المشاعر، وأحاول أنه أنا في البداية أمثل هذه المشاعر. يعني في البداية ما يكون ممكن الشعور حقيقي في البداية، ولكن كل ما كنت أداوم سيصبح الشعور حقيقي، سيصبح الشعور مألوف، سيصبح الشعور يأتي تلقائيا، لأن النفس تألف ما تعتاد عليه، فإذا ألفت يصبح استدراج أو يعني استمطار الشعور يصبح شيء تلقائي، فأؤدي الشعور بشكل تلقائي. هذه بالنسبة لتكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك الفاتحة، والفاتحة في كل آية من هذه الآيات فيها اعتراف وفيها شكر وفيها طلب مدد وفيها رعاية وعناية وولاية، فكل آية من هذه الآيات فيها هذه في كل آية من آيات الفاتحة فيها هذه الأركان. ولا بد إنه أنا أكون واعي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقول الحمد لله رب العالمين، أستشعر ذلك وأعترف وأشكر، ثم أطلب المدد، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب منك الاستعانة، وإننا بهذه الصلاة نحن نستعين، نستعين بماذا؟ حتى نكون قادرين على عبادتك يا رب، ونكون متصلين فيك يا رب. لكي ماذا؟ لكي تهدينا دائما الطريق الصحيح والأعمال الصالحات والأساليب الصالحة والطرق الصحيحة التي ترضيك، اهدنا الصراط المستقيم. إذا نطلب منك يا الله كل الأعمال الصالحة وكل الخطوات الصالحة في حياتنا التي ترضيك وتجعلنا في صلة، هذه الصلة التي تجعلنا في من أنعمت عليهم، لأن الله تعالى يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه بالنسبة لسورة الفاتحة. الركوع يعني الاعتراف، فعندما أركع أعترف وأخضع، هنا أركع لله لا أركع لشيء آخر. دائما الركوع معروف عنه أنه الخضوع، عندما أركع لشيء أي أخضع له، فهو اعتراف وخضوع لله، يا رب إني أخضع لك ولك وحدك لا لغيرك، ولا أخضع لمشكلة ولا أضعف لمشكلة، بل أضعف عندك، فأنت ولي وأنت نصيري وأنت معيني وأنت القدير القادر على كل شيء. أستشعر هذه الأشياء وأنا أؤديها، ومثل ما قلت دائما عندما نؤدي أي عبادة دائما كذا نرى لها صورة ذهنية في عقلنا، نستشعرها. كلمة نستشعرها أي نرى لها صورة ذهنية في عقلنا، يعني وأنا أركع أتخيل أنه هو كل شيء وأن ما دونه لا شيء. هذا هو الركوع. إذن الخضوع واعتراف بالعظمة أنه هو العظيم فقط، لا شيء يستحق أن أخضع له، فلا مشكلة تخضعني أو ترهقني. أو لذلك الإنسان يعني يقول لك وإنها لكبيرة
إلا على الخاشعين. من هم الخاشعين؟ الذين يركعون ويخضعون، لأن الله تعالى قال واركعوا مع الراكعين. إذن الركوع دلالة الخشوع، الركوع مقامات الخشوع، إنه أنا فعلا لا أرى أي مشكلة ولا مصيبة أكبر. لماذا؟ لأنه أصلا أنا عندي ما هو أكبر، وهو الله سبحانه وتعالى، فأنا خضعت جوارحي كلها لله، قلبي وجوارحي ومشاعري وكل شيء خضع لله تعالى، فهذا هو الركوع. إذن الاعتراف والخضوع بالعظمة والحاجة لله سبحانه وتعالى. رقم 5 اللي هو السجود، وهنا السجود أي أنك تطلب من الله تعالى. لذلك دائما يسن أن الإنسان عندما يسجد يدعو، أيضا يدعو، لأنها طلب بحق الاقتراب، كأنك تقول يا رب قربني إليك واجعلني منك أقرب واجعلني بك متصلا. الركوع اعتراف، لكن السجود طلب حق الاقتراب، إنه أنا أريد أن أكون أقرب. ولذلك يقال أنه اللحظة التي يسجد فيها الإنسان هي أقرب لحظة وأقرب نقطة بين العبد وربه. ولذلك إذا كان الإنسان عنده دعاء وعنده طلب يطلبه من الله سبحانه وتعالى، ويستشعر أنه الآن في أقرب نقطة عند الله سبحانه وتعالى، ويتخيل أنه وصل إلى أعلى مسافة بينه وبين الله تعالى، وأنه صار أقرب من نور الله ومن الله. ولا بأس أن نستشعر أننا نرى نورا، وأننا أقرب من نور الله تعالى ورحمته وبركته، وأننا نكون في اتصال أقوى وأعلى عند هذه النقطة. النقطة السادسة اللي هي التشهد، أو نسميها التحيات، وهي في الواقع أيضا اعتراف لشيء. الله سبحانه وتعالى قالنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وكلمة أطيعوا الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعنا للرسل يعني أننا نقيم الصلة أيضا، لأن الرسل هم معلمون لماذا؟ لما يوحي الله لهم، فالرسول معلم من عند الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يعلمه، فلذلك إذا أطعناه. وهنا الآن اعتراف أيضا أننا عن طريق طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسول نحن نقيم هذه العلاقة بيننا وبين الله. ولذلك من علمنا هو خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا بعد أن انقطعت هذه الصلاة كما قلنا بسبب القوم الذي أضاعوا، الخلف الذي أضاعوا هذه الصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا. ولذلك قلنا أنه الصلاة أساسا كانت موجودة منذ أن خلق الله تعالى آدم، ولكن جاء قوم بعد ذلك ضيعوا الصلاة بسبب تحريفهم وبسبب أنهم اتبعوا الشهوات. والذين يتبعون الشهوات يعني يريدون أنه إحنا نميل ونحيد حتى لا نعيش الحياة الطيبة ولا نعيش الحياة اللي الله سبحانه وتعالى يريدها لنا. طيب، هذا بالنسبة للتشهد. فلذلك المشرع الله سبحانه وتعالى، والمطبق لهذه التشريعات هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد. والنبي محمد تعلمها من جبريل عليه السلام، ثم جاء النبي فنقلها لنا. ولذلك قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون في سورة النور. ثم يأتي بعد ذلك الجزئية اللي هي التسليم، والتسليم فيها تأكيد الاستسلام والرغبة في إيش؟ في الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي أننا نؤكد على الاستسلام، ونؤكد في أننا نرغب في اتباع الله سبحانه وتعالى وفي بقاء هذه الصلة. كل كلمة إذا فهمنا معناها لابد أن نستشعر هذه المعاني. يمكنكم أن تجدوا أيضا هذه التفاصيل أو المحاضرة كاملة تم إدراجها لكم
إن شاء الله أسفل هذا الفيديو حتى تستطيع أنكم ترجعوا لهذه الخطوات بإذن الله تعالى. ولذلك قبل أن تقم الصلاة علينا أن نؤدي الصلاة بأركانها، وعلينا أيضا أن نبني الأساس اللي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولنتذكر أن التكاليف أي الإيمان بها، يعني الإيمان بالتكاليف أي العمل بالتكاليف تصديقا للرسالة اللي هي الإسلام، تصديقا للفطرة ألا وهي الإسلام. فكل تكليف نؤديه هو يعني أننا نصدق ونكون صادقين، فلا يمكن أن أقول أنا أتبع الله ثم يعني أنا فعلا متصل بالله ولا يكون لي أي عمل صالح، فكل الأعمال الصالحات يجب أن تكون لله. ولذلك أي عمل صالح هو في الواقع اتصال بيننا وبين الله، ولا نقطع هذه الصلة بالإنكار أو بالإهمال أو بالكسل فنذهب إلى الصلاة ونحن كسالى. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة، وبعد هذه الجلسة سأترككم في ملخص كتابي لأهم ما جاء في هذه الجلسة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.